بيبتدي هرمون السيروتونين يبتدي يفرز، وبعد كده يبتدي الانسان يحس انه كويس ويكون مبسوط. وده طبعا جزء ثالث من جوانب السعاده. ثم الجزء الاخر هو الامل، وده مهم جدا جدا جدا. يعني سعاده امل دي او اللي احنا بنسميها السعاده الهادفه، يعني انا مبسوط لاني بقرب من حاجه، بقرب من حاجه انا كنت حاططها لنفسي، خطه حاططها لنفسي، امل انا حاطه، هدف كبير في الدنيا انا عارف ان انا بقرب منه. وده جزء كبير جدا يدي للناس الامل، وده من الحاجات اللي بنحتاجها كل يوم، وهنشوف النهارده لما نتكلم، لان ده بيكون ده له نتاج للعقل مع العاطفه الاثنين مع بعض. يعني الاثنين مع بعض، العقل مع العاطفه، نتاج ليهم السعادة الهادفة. وده احنا هنتكلم برضو عليه النهاردة، يعني نقطة هنعدي عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم. فدول الاربع جوانب في ابعاد السعادة. النهاردة هنركز قوي 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 على جانب العقلي، وهنتكلم يا ترى هل دربنا عقلنا على السعادة ولا لا. بإذن الله إن شاء الله في نهاية الجلسة هيكون في وقت للأسئلة وإن شاء الله للحوار. وطبعا لو في أي سؤال في النص يعني ممكن حضراتكم على الشات، وإن شاء الله هيكون عندنا فرصة إن إحنا نكتب نجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله أول لما نخلص. فتعالوا نشوف مع بعض يا ترى الفرق إيه، وتعالوا نرجع كده مع بعض. إن إحنا ساعات بنخلط الأمور شوية كلنا جميعا، يعني فنقول يا ترى ايه الفرق بين الدماغ والعقل والذهن. طيب تعالوا نفكر كده مع بعض، يا ترى الثلاثه دول واحد ولا مختلفين؟ طيب نبص الاول على الدماغ. كل من اللي هو يصنف تحت حيوان او ثدي، ومن يصنف تحت سمك، ومن يصنف تحت طائر، له دماغ. يعني لو بصينا هنلاقي طبعا الانسان ليها الدماغ، احنا من دايما بنبص عليها ان هم الدماغ والعقل واحد. لا، هي الدماغ هي العضو اللي احنا بنسميه المخ، اللي هو بيوجد في السمك. لو فتحت السمك بتلاقي فيها مخ، لو فتحت الـ بعد ما نذبح مثلا شاه او كده بنلاقي فيها مخ، والطير بيكون عنده مخ ولو صغير. وده هو الدماغ اللي احنا بنسميها يعني العضو المسؤول على الغريزة. وده الدماغ مركز الغريزة في الكائن المخلوق. والدليل على ذلك إن لو بصينا لمثلا السمك، أو بصينا للدجاج، أو بصينا ل هنلاقي إن هم من السهل إن هم يتم اصطيادهم. فمن السهل ان يحصل اصطياد لهذه يعني الحيوانات او المخلوقات. وبالتالي يعني دي من الحاجات اللي هو طيب ليه يا ترى السمك كل مره بيروح للطعم ولا يستجيب، الا يعني بيروح للطعم كل مره؟ لانه عنده دماغ ولكن يفتقد الى العقل. لو بصينا للعقل هو بقى المسؤول على التمييز. والدماغ مسؤولة زي ما قلنا، الدماغ هي مركز الغريزة، أما العقل هو مركز التمييز. وده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نبص لها لما نفكر يا ترى احنا العقل بيميز الإنسان. عشان كده احنا الإنسان دايما نقول بالغ عقل، بيميز ولا لا يميز؟ فالعقل بيميز بمعنى ايه؟ العقل ربنا سبحانه وتعالى خلقه بانه زي ما احنا شايفين في الصوره بيتعامل بنقاط، زي ما بنقول يعني زيرو وان ريليشن شيب، او الابيض والاسود، يعني من زيرو لوان ريليشن شيب، يعني يا اما صفر او واحد. فالعقل بيتعامل في هذه النقاط على انه يعني بالنسبه له زي اشاره المرور. إشارة المرور بتكون بالنسبة له يا إما أخضر يا إما أحمر، بس ما فيش أصفر في النص، ما فيش حاجة رمادية. وده اللي احنا بنسميه التأمل الدلالي، أو اللي هو بيكون معتمد على دليل، أقبل ذلك أو لا أقبل ذلك. فالعقل بالنسبة له هو تمييز. ولو جينا للعقل بالتمييز، هناك
بعض الحيوانات التي تميز. يعني بمعنى إيه إنها تميز؟ إنها تقدر تميز إن ده أكل طيب وده أكل مش طيب، ده شيء ممكن أكله وده شيء ممكن لا أكله. فعندهم بعض صفات التمييز اللي موجودة في العقل. والدليل على ذلك إنك مثلا لو أعطيت لبعض مثلا الحيوانات أكل معين ممكن ما يأكلوش، لأنه عنده جزء من هذا، جزء وليس الكل، من التمييز في إن ده أكل صالح ليا ولا لا. فهنا بيجي اللي هي الزيرو وان ريليشن شيب دي، اللي هي أرفض أم أقبل. وده بيجي في العقل، مهم جدا جدا ان احنا نبقى فاهمينه. ده بيجي في العقل وليس من الدماغ. طيب الذهن بيجي منين؟ الذهن ده بقى اللي هو مكانه التدبر، والتدبر مكانه القلب. ولذلك هنا الذهن والتدبر بيجي مكانه في القلب وليس في العقل والدماغ. إذن لما نيجي نتكلم على السعادة العقلية، هي ممكن ان احنا النهاردة هي عبارة عن المعادلة اقبل ام ارفض، يعني اكون سعيدا. يعني هنا النهاردة العقل بيقول كن سعيدا اقبل او لا تكن سعيدا، وده اشارة بتيجي من العقل بناء على التمييز اللي بيجي من الانسان، من عقل الانسان. هل التمييز، هل لما الانسان بيشوف موقف معين بيقول اقبله أو لا أقبله، أكون سعيد أم لا أكون سعيد؟ طيب تعالوا نفكر النهاردة يا ترى إزاي بقى إحنا دلوقتي فرقنا الدماغ. عشان نلخص النقطة دي، الدماغ هي مركز الغريزة، والعقل هو مركز التمييز، والذهن أو التدبر هو مركزه القلب. وده عشان كده الإنسان لما بنيجي حتى لما نبص للآيات اللي ذكرت في القرآن، التدبر كله فده جاي موجود دايما محله القلب. ودي من الحاجات المهمة جدا 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 لما نبص للآيات اللي ذكرت كلها فيها تدبر، كانت آيات كلها بتذكر مع القلب، ان ده مهم جدا. وده من الحاجات، عشان كده جانب من جوانب السعادة اللي موجودة في الإنسان. ولكن هنتكلم بقى على الجانب العقلي، يا ترى الجانب العقلي ده كيف يتم ترويضه، كيف نروض العقل حتى يكون العقل سعيد. طيب هنا زي ما اتفقنا، الدماغ والعقل بترسل إشارات، والإشارات دي بتقول يا إما كن سعيدا أو لا تكن سعيدا. يبقى هنا هل السؤال ينفع أتحكم في هذه الإشارات بحيث أن أنا أدرب نفسي أكون سعيد؟ هنكتشف مع بعض النهاردة ونشوف كيف تدرب نفسك حتى تكون سعيدا، حتى يكون عقلك سعيدا. وده جزء من الأجزاء المهمة جدا جدا في سعادة الإنسان. نبدأ بأول حاجة في السعادة العقلية. السعادة العقلية لما نبص لمركز السعادة العقلية، حتى يكون الإنسان سعيد، يعني حتى يكون الإنسان يشعر بالسعادة، أول جزء أو أول مسبب للسعادة هي القناعة. هنبتدي ننزل كده في الهرم، يعني احنا دايما هنبدأ بالهرم كده ونقول ان ده السعادة الموجودة عندنا. عشان نوصل للسعادة في بقى مستويات، وفي مستويات من الإشارة. عشان نوصل لنهاية السعادة دي لازم نعدي بكل مستويات هذه الإشارة. أول مستوى من مستويات الإشارة هي القناعة. يعني ايه القناعه؟ يعني ودي من في العلم، دايما في علم النفس هو الكونتنتمنت، القناعه، كيف تكون قنوعا. تعالوا لما نتكلم مع بعض ان احنا ونبص كده على مثلا الظروف اللي بنمر بيها من فيروس الكورونا او الكوفيد، نلاقي ان في بعض الناس متذمرين، واحنا مش قادرين نقعد في البيت، احنا عايزين نخرج، احنا عايزين نطلع، احنا وهكذا. وبالتالي الدماغ بيرسل اشارات تذمر، يعني الدماغ مع هذا الكلام بيرسل اشارات تذمر. تعال نبص على الجانب الثاني، يا ترى مين اقوى دوله اقتصاديا في العالم واقوى دوله عسكريه في العالم؟ هنلاقي امريكا مثلا. طيب نبص على أمريكا لما جاء إعصار كاترينا، حصل إيه في سان فرانسيسكو، وحصل إيه في الإعصارات الكتير اللي عدت بيها أمريكا؟ يعني ناخد بس كاترينا، إيه اللي حصل فيها؟ حصل فيها إن البيوت اتشالت كلها بسبب الإعصار، والناس اتهجرت وبقوا في الشارع بدون بيوت، وبقوا قاعدين في مخيمات إيواء.
وبالتالي لما نبص لأول جزء من أجزاء القناعة، يا ترى لما نيجي نفكر في القناعة هل أنت قنوع؟ وده من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وده السبب الرئيسي للسعادة العقلية. وتحت هذا السبب بيجي أسباب بقى اللي هي مسببات كتيرة جدا جدا، ولكن القناعة والرضا هي أهم حاجة. ودي دايما لما نرجع حتى في علوم القرآن يقول ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعني فلما نبص دي ما قالش فتسعد ولكن فترضى، لأن هو الرضا هو سبب السعادة في كل يعني السعادة العقلية. المسبب الرئيسي لها هو القناعة. تعالوا نبص على دولة تانية زي مثلا اليابان. اليابان هي أكثر دولة تكنولوجية في العالم، معروفة بالتطور الرهيب في التكنولوجيا. لما جاء إعصار تسونامي وحصل في مش بس في اليابان، ولكن أنا في كل دول آسيا وفي إندونيسيا والحاجات دي، بس أنا بضرب مثال باليابان إنها دولة قوية جدا. وكان ناس كتير جدا طبعا معروف إن البيوت اللي عايشة على البحر دي هم أغنى أغنياء يعني المكان، والبيوت دي انهارت كلها وبقوا الناس مشردين في الشارع. إذن عشان نتكلم في القناعة، اسأل نفسك يا ترى هل أنا راضي بهذا الوضع لا فيه ولا لا؟ طيب عشان أدرب العقل إنه يكون راضي، ما هو في ناس كتير تقول طيب أنا شايف الوضع بس أنا مش راضي. طيب عشان أدرب نفسي على الوضع إن أنا أكون قنوع، كيف يعني تدرب نفسك على القناعة؟ دايما فكر دايما في من هو الذي فرض عليك هذا الوضع. وده من الحاجات المهمة جدا جدا لما بنيجي نتكلم عليها وبنبص ليه، يا ترى الوضع اللي اتفرض عليك ده مين المسبب ليه؟ هل انت ليك فيه يد ولا؟ لان لو الانسان له يد في هذا الوضع اللي اتفرض عليه، قد يلوم نفسه وقد لا يرضى عشان عايز يغير من هذا الوضع، لانه بيلوم نفسه. زي الانسان اللي مثلا بيقود سياره بتهور، ولا وبعد الشر مثلا يحصل قدر الله يحصل حادث، قد يكون غير راضي من هذا لأنه له يد في هذا الحادث، لأنه هو قاد السيارة بتهور وكان يعني لم يتخذ بأسباب السلامة وبالتالي حصل له حادث. فبالتالي يكون القناعة على قد ما هو عايز يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن بيلوم نفسه لأنه بيقول أنا ليا يد في الحادث ده أو ليا يد في هذه المشكلة. ولكن لما نبص لمعظم الحاجات اللي بتحصل في الحياة هي حاجات ليس لك يد فيها، وبالتالي ليس عليك أن أنت تتدبر يا ترى من فرضها عليك. فلو عرفت أن اللي فرض عليك هو اللي خلقك، كيف لا تكون راضيا؟ ودي من الحاجات اللي بنبص لها كتير جدا في العلم. لما تبص تقول إن حاجة يعني الذي يؤمن بإله سواء أيا كانت عقيدته بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى فرض هذا علي فأنا خلاص ليس لي اعتراض، والذي لا يؤمن حتى في يعني في دول أوروبا وفي أمريكا والحاجات دي كلها بيقول إن ده قدر وطبيعة يعني قدر. فإذا هو إن لما نبص بقى للعمق الإيماني في هذا، إن العقل نفسه العقل ما بيعرفش زي ما اتفقنا أبيض وأسود، ما فيش رمادي. العقل لم يخلق، العقل عبارة عن إشارات زي الكمبيوتر كده بالظبط. واللي درس كمبيوتر هيلاقي كان فيه لغة زمان في الكمبيوتر اسمها لغة الباينري، ودي كانت الباينري لانجوج دي اللي هم كانت أساس البرمجة اللي في الكمبيوتر اللي مبنية على صفر واحد، علاقة يعني يا صفر يا واحد. ودي خدوها فعلا من خلايا الدماغ الموجودة في الإنسان، لأن الإنسان دماغه وعقله بيفكر بهذه الطريقة بس، أبيض وأسود، أرضى أو لا أرضى. ما فيش حد بيقول نص يعني راضي بس مش راضي، يا راضي يا مش راضي. ودي أساس السعادة العقلية اللي بتكون عند الإنسان. عشان حتى تكون راضيا، حتى تدرب عقلك على القناعة اللي هي أول مستوى، زي ما اتفقنا في مستويات للسعادة العقلية، أول مستوى إنه هو القناعة. فده أول مستوى اللي هو المستوى رقم واحد، القناعة. ما أقدرش أنزل للمستويات اللي تحتها إلا لما أعدي هذا المستوى. فعشان خاطر أعدي هذا المستوى لازم دايما أسأل نفسي من فرض علي هذا الوضع. وده من الحاجات اللي كانت واحد من علماء علم النفس اللي هي اسمها إليزابيث كوبلر روس، اللي هي عملت منحنى التغيير
ويمكن ناس كتير عارفين منحنى التغيير، يعني خلينا نرسمه على الشاشة، منحنى التغيير اللي هو بيتكلم ان في بداية التغيير الناس بتكون شوية يعني مبسوطة، ثم بعد ذلك يتم يعني إحباط، ثم بعد ذلك بيكون في أداء أحسن أو بتكتشف بتعيد اكتشاف نفسها. في هذه المنطقة اللي هي منطقة الكرايسس أو منطقة الأزمة اللي هي دي أطلقت عليها إليزابيث كوبلر روس منطقة الأزمة، في هذه المنطقة قالت كل من ينجو منها، يعني في تعالوا نفكر في مرض السرطان، تعالوا نفكر في بعض الأمراض التي يعني ما يقوس الشفاء منها بالعلم، طبعا كل شيء بأمر ربنا سبحانه وتعالى، لكن علميا الأطباء يقولوا ما يقوس الشفاء منها. بعض المرضى بيعرفوا يتجاوزوا هذه المرحلة بكل سهولة، وبعض المرضى بيعرفوا ان هم ينطلقوا الى بعد تاني خالص. بسبب ايه؟ بسبب القناعة. وهنا انا هشارك مع الحضور يعني قصة يعني شخصية، اللي والدي رحمه الله يعني كان مريض بسرطان. السرطان اربع درجات، الدرجة الاولى يمكن الشفاء منها اللي هو بيكون السرطان متمركز في مكان من الاماكن اللي في الجسم يمكن استئصاله، الدرجة الثانية ان يكون السرطان متمركز في اكثر من مكان ولكن يمكن استئصاله، الدرجة الثالثة اللي هو خرج من التمركز يسبح في الجسم ولا يمكن استئصاله، هنا بيعالج بعلاج شديد شوية الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، ثم الدرجة الرابعة اللي هي الدرجة اللي هي ما قبل الوفاة اللي هو لا يمكن الشفاء منها ودرجة ما يقوس الشفاء منها. والدي الله يرحمه كان من مقاتلين الجيش، حارب المحاربين القدماء في الجيش المصري، حارب 67 73، وكان يعني من الناس اللي دايما يعني عندهم عزيمه قويه. حصل ان هو اكتشفوا ان عنده سرطان من الدرجه الرابعه، الدرجه الرابعه يعني لا يمكن، العلم بيقول لا استحاله الشفاء منها، لدرجه ان احنا لما كنا بنقابل الاطباء كانوا بيقولوا لنا يعني والدكم قدامه 7 شهور، من 6 شهور لسبع شهور بالكثير، مش ممكن هيعيش بعد كده، زي ما ناس كتير بتسمع. كان دايما مبتسم وكان يضحك، ولما كنا يعني بنقول له يا ترى انت ليه مبتسم، يعني ليه مبسوط، يعني قال يعني مش هبقى مبسوط ليه وربنا هو اللي كتبها عليا. ودي من الحاجات اللي الانسان دايما يبص، لو انت مالكش ايد في حاجه وفرضت عليك دايما تفكر دايما انا بايدي اعمله، لو ما فيش بايدي حاجه اعمله. ودي حتى اليزابيث كوبلر روس اللي هي طبعا ما لهاش يعني مش ما اتكلمتش في النموذج بتاعها على جانب الديني خالص، اتكلمت على جانب العلمي بالناحيتها، قالت كلمه مهمه جدا جدا جدا، قالت let go. يعني ايه let go؟ يعني اترك الماضي لا يمكن تغييره. وده كان بدايه انك تلاقي حياتك الجديده، وبدايه انك ترضى بالوضع الجديد، هو بداية هو انك تترك الفكر، تترك ما سبق وتنظر الى ما هو قادم بطريقة يعني بقناعة ان الانسان اذا كان لا يمكن ما يغير الوضع اللي هو عليه، اذا يعرف يسأل نفسه يا ترى مين فرضوا عليا، واذا كان فرضوا عليا اللي خلقني اذا فهو حاجة جيدة. ودي من الحاجات اللي هي زي ما قلنا ده المستوى الأول، مستوى القناعة، وده أساس الرضا العقلي وأساس السعادة العقلية. وطبعا زي ما معظم التعليقات جزاكم الله خير، يعني الله يرحم كل موتى المسلمين جميعا، التعليقات كلها مظبوطة. الإنسان مهما كان دي مهمة جدا ان هو ينظر الى القناعة، وده اول جزء واول مستوى من مستويات التدريب العقل على السعادة. اذا اي حاجة تحصل لي، قبل ما نروح للمستوى الثاني، اي حاجة تحصل لي في حياتي اسأل نفسي لو انا ليا يد فيها، يبقى احاول مش الوم نفسي، لان اللوم مش هينفع انسان بحياة، اللوم لازم اتعلم. فابص لنفسي اتعلمت منه ايه، لو اتعلمت منه حاجة اذا خلاص يبقى الموقف ده عدى ايجابي، لان اتعلمت خرجت من هذا الموقف بدرس، فاذا انا اتعلمت منه يبقى اذا انا اكون ايجابي. طيب افرض ان ليس لي يد فيه،
خلاص طالما ليس لي يد فيه أسأل نفسي مين فرضوا عليا؟ فرضوا عليا اللي خلقني، يبقى أكيد له إيجابية وله حكمة في ذلك. إذن إحنا يبقى دايما نروض العقل على هذا تمام، ونبص دايما نقول إن إحنا ما اللي اتكتب علينا وده موجود يعني، وده قاعدة من القواعد اللي موجودة يعني في حياة الإنسان، إن دايما إحنا كلنا عارفين ولما إن إحنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لو اتكتبت عليك إذا أنت أداها، ولو اتكتبت عليك أنت اتكتبت عليك عشان تشيلها مش عشان تكسرك، لأن ربنا قادر على الناس كلها، لو عايز يكسرك هيكسرك، ولكن هو لما حط عليك شيء هو عشان تشيله، عشان خاطر يكون حاجة كويسة ليك، وعشان خاطر هتكون نتيجتها إيجابية في النهاية. وده التدريب المستوى الأول، إن دايما أدرب نفسي أقول طالما ليس لي يد فيها إذا هي خير إن شاء الله، ولو كان لي يد فيها أقعد وأسأل نفسي يا ترى تعلمت منها إيه، وإذا تعلمت منها حاجة إذا أنا خرجت من هذا الموقف بدرس، إذا فهو إيجابي. يبقى في كل الحالات لو أنا ماليش يد إيجابية، ولو أنا لي يد إيجابية، وده أول جزء وأول مستوى من مستويات تدريب العقل على السعادة، هو القناعة، أن تكون قنوعاً بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك، أو بما يعني حدث ليك في حياتك بسبب أن أنت راضي دايماً بشيء اسمه القدر، وراضي دايماً بحاجة اسمها غيب، علم الغيب. وده من الحاجات المهمة جدا جدا في العقل عشان يوصل للقناعة. لو بصينا البعد تاني قبل ما نروح للمستوى التاني، يا ترى ليه في بلاد كتيرة جدا في أوروبا وفي بعض بلاد الغرب كتيرة جدا بيكون في مستويات الناس بتقرر الانتحار والحاجات دي كلها، ليه بيوصلوا لهذا المرحلة؟ ده بيكون من العقل مش من القلب، لأن ما فيش تدبر هنا، لكن العقل بالنسبة له بيرفض الواقع، بيرفض انه يقبل هذا الموضوع ويختار حاجة تانية. وده من الحاجات المهمة جدا جدا، ان الانسان دايما يكون هذا المستوى قنوع، ودايما يقول الحمد لله. ودي من الحاجات المهمة جدا يقول الحمد لله ليه، هنكتشف يجي بقى للمستوى الثاني. لو نبص بقى يبقى اذا المستوى الاول القناعة، نبص للمستوى الثاني، يا ترى احنا بنبص لما نحتاجه مقابل ما نريده، وده من الحاجات المهمة جدا، ده من المستوى الثاني. يبقى احنا اتفقنا إن الإنسان عشان يكون سعيد يبقى أول مستوى هو بيكون القناعة. طيب ومن أين تأتي القناعة؟ هنا بقى هنروح للمستوى الثاني، كيف تأتي القناعة؟ يعني الأساس، أساس القناعة هو تحقيق ما نريد، يعني تحقيق ما نريد مش ما نحتاجه. ودي سبحان الله هنا بقى بيجي فترة النزاع النفسي في الإنسان. الإنسان بيحصل بينه وبين نفسه في نزاع نفسي. يعني ايه نزاع نفسي؟ بيكون انت محتاج ايه وانت تريد ايه، ما تحتاجه مقابل ما تريده. وهنا بيجي جهاد النفس بقى والنزاع الشخصي، اللي هو بيكون الانسان بيحاول يقنع نفسه ان انا مش انا محتاج اقل من اللي انا عايزه، انا محتاج اقل مما اريد. لان القناعه تيجي من هنا، الكونتنتمنت في علم النفس بيجي من الاتشيفمنت اوف وانس، او تحقيق المراد. وهنا بقى بنيجي دايما نبص يا ترى هل احنا ما نريده هو ما نحتاجه فعلا، ولا ما نريده هو اكثر مما نحتاجه. ودي من الحاجات النقاط اللي احنا كتير جدا جدا لما نبص لينا كلنا، انا وانتم وكلنا جميعا، تلاقينا واحد عنده سيارة وعايز سيارة تانية، عايز واحد دافع رباعي وعايز واحدة يكون سيدان، وعايز واحدة تكون سبورتس وكوبي ويتحرك بيها، وعايز واحدة كمان تكون هكذا، وعنده بيت عايز بيت كبير قوي عايز، وهكذا. فيا ترى انت محتاج ده ولا انت تريده؟ لا انا اريده. ليه انا اريده؟ هنرجع هنروح للمستوى الثالث، ولكن قبل ما نروح له لازم نعرف كويس قوي ان احنا من الحاجات ان احنا محتاجين ان احنا نعيد تعريفها هو فعلا ما نريده. ولما نيجي للنقطة ما نريده، يا ترى نيجي نبص ليه كيف نحدد ما نريد. طيب هنا هيجي بقى سؤال عميق شوية، والسؤال ده مهم جدا جدا، انت ماذا تريد من حياتك؟ لان ما تريده اليوم هو جزء من ما تريده في حياتك المفروض، ولكن احنا هنلاقي ان احنا بنريد شيء وبنعمل حاجة تانية خالص غيره.
في هدف اسمى في الحياه، هدفك ليك هدف في الحياه، لكن بتلاقي نفسك بتجمع حاجات انت مش محتاجها في حياتك. تعالوا ناخد الصوره اللي احنا حاطها قدامنا بالظبط، زي احنا كلنا معظمنا تلاقينا كلنا عايزين نكون اكلنا صحي، صح؟ بيكون عايزين نكون اكلنا صحي وعايزين يكون جسمنا متوازن والحاجات دي كلها، ولكن بص شوفوا عينيه رايحه لفين، رايحه الاكل غير صحي ورايحه طيب انت ماذا تريد؟ ما هو اصل انت ليك الاختيار، قانون الاختيار مكفول ليك. وعشان كده احنا لما بنيجي نقول تدريب العقل على السعاده ما قلناش تدريب الدماغ، لان انت ليك الاختيار زي ما اتفقنا. الحيوان الذي لم يخير ملوش الاختيار، هو فقط ممكن ان هو يميز بدرجه بسيطه جدا اكل ده ولا لا اكل ده، ان ده زي مثلا الحيوانات العشبيه تاكل العشب لكن لا تاكل اللحوم، فده من الغريزه وجزء بسيط من التمييز، ولكن الانسان عنده الاختيار. انت ماذا تختار؟ ولذلك انت النهارده لما تيجي تقول انت محتاج ايه في حياتك عشان خاطر تكون سعيد، في مقابل انت ماذا تسعى خلفه حتى تكون سعيد، هتلاقي نفسك بتسعى وراء العديد من الأهداف والعديد من الأشياء في حياتك التي لا تحتاجها حتى تكون سعيدة. في واحدة من الدراسات الاجتماعية سألنا الحضور وقلنا لهم يا ترى ماذا تختار؟ يعني تعالوا بعض مع بعض كده وهنحكي قصة يعني من الحاجات المهمة جدا. ماذا تختار؟ وتعالوا نفكر مع بعض، تختار المال ولا تختار العائلة؟ كويس، هتلاقي ان معظم الحضور قالوا كلهم نختار العائله. طبعا نختار العائله، المال يمكن تعويضه ولكن العائله لا يمكن تعويضها. طيب وانت ماذا تسعى في معظم ايام حياتك، وراء المال ولا وراء العائله؟ لا يقول لك وراء المال، بس عشان المال هو اساس العائله، لان لازم اصرف على اولادي يدخلوا مدارس ولازم ولازم ولازم، فبالتالي بدون المال لا يوجد عائله. مين قال الكلام ده؟ ولو بصينا لأجدادنا ولعظماء اللي كانوا موجودين في التاريخ اللي عندنا، مين قال ان كلهم كانوا بيسعوا وراء المال؟ كان هناك أغنياء، وطبعا المهم جدا ان الانسان يكون غني والمال ده شيء من الحاجات الكويسة اللي موجودة في الدنيا، ولكن الأولويات. وهنا بقى حاجة كده نبص على الأولويات، ودي من الحاجات ان احنا لازم نحط عندنا يعني تحتها 100 خط. المال مهم اكيد، الاطفال والاولاد والعيله اكيد، وحاجات كتيره في حياتك، العمل والتفوق والعلم والحاجات دي اكيد، ولكن ماذا يكون الاولويات؟ رقم 1 ثم 2 ثم 3. ولذلك لما بنيجي نبص يا ترى، لما نبص للكورونا والفيروس واللي حصل دلوقتي، بتلاقي ان بعض الناس زهقانة، واللي طلع يخرج واللي عايز يطلع مع الربع والحاجات دي كلها، ده اختيارك. اذا انت اخترت اولوياتك انك تطلع مع الربع، ما تجيش تقول اولوياتي العائلة، لانك لو بتخاف على العائلة هتقول انا مش هخرج عشان خاطر ما انقلش العدوى، مش ليك ولكن ما تنقلش العدوى لاب او جد او يكون انسان ضعيف حتى ولو طفل، او انسان ممكن يكون شاب ولكن مناعته ضعيفة وهو لم يكتشف ذلك. في كتير من الشباب عندهم مناعة ضعيفة ما اكتشفوش ان عندهم مناعة ضعيفة الا لانهم لم يتعرضوا لهذا الموقف الا لما اتنقل لهم هذا المرض. ولذلك لما نيجي نقول الأولويات، لو أنت الأولوية عندك العيلة إذن اختار، لأن أنت النهاردة القناعة مش هتيجي أساس، زي ما اتفقنا أساس السعادة العقلية وتدريب العقل هو القناعة، واتفقنا أن القناعة أنك ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه ليك وأن ده أحسن ليك، وتتعلم من خطأ أنت تكون عملته. وده عشان ترضى لازم تختار الأولويات المضبوطة اللي موجودة في حياتك، وتبقى عارف من بماذا تتاجر، لان الحياه عباره عن تجاره. انت بتدي المال عشان ولادك يتعلموا، ولما بتشتغل بتدي حياتك عشان تاخد المال. اذا انت بتتاجر بوقتك في مقابل مال، ثم تتاجر بالمال في مقابل علم ولادك، ثم ولادك بعد كده يتاجروا بعلمهم عشان خاطر في مقابل اختراعات او في مقابل ان هم ياخدوا مال تاني، ولا هكذا وهكذا تكون الدائره. اذا عشان خاطر ندرب العقل في المستوى الثاني من السعاده،
لازم يكون عندنا الاولويات، ودي مش هتيجي الا بان احنا كلنا يكون عندنا ورقه كده ونكتب في هذه الورقه يا ترى ايه الاولويات اللي عندي، رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثه ثم اربعه. ليه قلت تكتب؟ لان العقل زي ما اتفقنا 0-1 ريليشن شيب، من صفر لواحد العقل لازم عايز يشوف ابيض واسود، العقل عايز يشوف. لما انت تشوف قدامك ورقه مكتوبه تقول ان اولوياتي الرقم واحد كذا ورقم اثنين كذا، عقلك هيبتدي يفكر بهذه الاولويات، ولما تلاقي نفسك انك فقدت رقم اربعه وثلاثه هتلاقي نفسك بس انا لسه ما فقدتش واحد واثنين الحمد لله، هتوصل للقناعه. شفنا ازاي؟ يبقى المستوى الاول عشان خاطر العقل يكون سعيد يبقى لازم يكون في قناعه، واتفقنا القناعه تيجي بالرضا، والرضا لان ربنا هو اللي كتبك وعليك هذا وربنا هو اللي خلقك، وبالتالي لا يمكن يكون عايز يكسرك، ولو كنت غلطان اديك اتعلمت، واذا النتيجه في الاخر المحصله ايجابيه. كيف اصل الى القناعه؟ تيجي من اولوياتي، لان انا بسعى ايه؟ كل انسان بيسعى في حاجات يريدها، وزي ما قلنا ما نريد هو اكثر بكثير مما نحتاج، وهنلاقي كده كتير جدا جدا جدا. قبل ما اروح للمستوى الثاني الثالث احكي لكم على قصه. في القصه دي من الحكم الصينيه، انتوا عارفين الثقافه الصينيه والحضاره الصينيه من الحضارات اللي بتحب قوي، عندهم قصص يعني كتير، بيحبوا من الاقدم الحضارات. احنا عارفين ان الحضاره الصينيه واحده من ثلاث اقدم حضارات موجودين في العالم، وكان عندهم قصه انه كان واحد مره من الاغنياء جدا راح عشان خاطر يعني يقضي اجازه على بحيره موجوده في الصين، فلقى في عائله فقيره كده بسيطه خالص عندهم مركب بسيط بينزلوا يصطادوا بعض الاسماك، ثم بعد ذلك يرجعوا عشان خاطر يشوا الاسماك ويعيشوا وياكلوها ويقعدوا، وكانوا بيضحكوا مبسوطين وكل حاجه. فالراجل الغني راح لهذه العائله وقال يعمل خير قبل ما يمشي، فقال له ايه رايك انا هشاركك اعطيك مال وعشان تجيب مركب اكبر وتصطاد سمك اكتر. فقال له طيب ليه؟ لماذا اصطاد السمك الاكتر؟ قال له حتى يعني تبيع السمك وتكون عندك فلوس كتير ويكون عندك مال. قال له هستخدم المال ده في ايه؟ قال له تقدر ان انت تبني لنفسك بيت واسرتك يكون ليها بيت اكبر وتودي ولادك يتعلموا. قال له في مقابل كل ده ايه؟ قال له عشان تكونوا سعداء. قال له طيب احنا سعداء من غير كل ده؟ اذا لماذا اسعى وراء ما اريده أكثر من ما أسعى وراء ما أحتاجه؟ وهنا بعض الناس يجي يقول هل أنت ضد الطموح؟ أبدا، ولكن أنا اتكلمت على إيه؟ الأولويات. لست ضد الطموح، أنا واحد درست ماجستير ثم دكتوراه ثم الطموح جزء من حياتي، ولكن هناك أولويات. بمعنى إيه؟ طموحك لا يمكن يتعدى أولوياتك، إذا أولوياتك فيها مشكلة. إذا كان أولوياتي إن أنا أخد بالي من والدي ووالدتي، يبقى إذن ما ينفعش إن طموحي يطغى على هذا، إذن يبقى ده مش أولويات، إذن العائلة ما هيش رقم واحد. لازم أكون صادق مع نفسي، يا إما العائلة تكون رقم واحد، إذن لا يمكن طموحي يتعدى رقم واحد، لازم يكون دايما رقم واحد هو واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة. يا إما أغير أولوياتي وأقول إن العائلة رقم اثنين وطموحي يكون رقم واحد. في هذه الحالة على الأقل أكون صادق مع نفسي، وده من الحاجات اللي أدعو الناس عشان تدرب عقلك على السعادة. النهاردة اكتب لستة بأولوياتك، حط أكبر خمس أولويات في حياتك، قول دول الخمسة الحاجات اللي أنا عايز أحققهم بترتيب، بحيث أن لا يمكن الاثنين أن يحل رقم محل رقم واحد، ولا ثلاثة يحل محل رقم اثنين، ولا أربعة يحل محل رقم ثلاثة. رتبهم بحيث انه لا يحل الرقم الادنى مكان الرقم الاعلى. اول ما توصل لهذه الليسته اكتبها وخليها قدامك واطبعها وحطها قدامك على مكتبك في سيارتك في عملك، زي ما بنحط صور قدامنا، تكون دي لستة الاولويات، لان دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتدرب العقل على ان انت اولوياتك، حتى لو حصل حاجه في رقم اربعه او رقم ثلاثه، ان رقم واحد واثنين ما حصل لهمش مشكلة، اذا انا سعيد. وهنا بتوصل للقناعة، ثم القناعة توصل لتدريب العقل على السعادة. يبقى اذا دي المستوى الثاني من مستويات السعادة، تدريب العقل على السعادة.
هنا سؤال جميل جدا زميلتنا ريم بتسأل كيف نعرف أولوياتنا؟ هنا لما نيجي نتكلم على ترتيب الأولويات نيجي إزاي؟ هنعمل تدريب بسيط جدا 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 نعمله مع بعض عشان خاطر ندرب العقل على الأولويات. هنعمل إيه؟ هنكتب يا ترى إيه الحاجات المهمة في حياتنا؟ اعمل يعني ورق بسيط كده، ورق صغير، اقطع ورق صغير واكتب في الورق ده كل الأولويات اللي موجودة في حياتك، زي مثلا هنتكلم على التفوق المهني مثلا، فنتكلم على التفوق المهني، نتكلم على المال، نتكلم على الأسرة، نتكلم على الوالد والوالدة مثلا، الوالد أو الوالدة مثلا، نتكلم على البيت، المنزل اللي عايز يكون ليك منزل كبير وهكذا. وبعدين تبتدي تاخد الورق الصغير ده وتبتدي تعمل حاجة بنسميها مقارنة الحذف أو الإكسكلوجن كومباريزون. يعني إيه؟ تاخد ورقتين، تاخد مثلا التفوق والمال، يا ترى أنا مستعد أضحي بمين؟ مستعد أضحي بالمال في مقابل التفوق ولا التفوق في مقابل المال؟ لما تلاقي إن ضحيت بواحد تاخد الأعلى اللي أنت لم تضحي بيه وتحط على جنب، وبعدين تاخد اتنين تانيين وهكذا، وتفضل تصفي ما بينهم، تضحي بواحد، واحد تضحي بيه والتاني تخليه، واحد تضحي بيه لحد لما يبقى عندك ترتيب رقم واحد الذي لا يمكن أن أضحي بيه. يبقى ده هيكون عندي رقم واحد، ده اللي لما حطيته قصاد كل حاجة تانية كسب، لا يمكن أضحي بيه، يبقى ده هيكون رقم واحد. ثم بعد ذلك رقم اتنين اللي هو لم يخسر من أي حد إلا من رقم واحد، هيكون رقم اتنين. ثم بعد ذلك رقم ثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا. فده دي طريقة مهمة جدا جدا لترتيب الأولويات في الإنسان، عشان خاطر من الحاجات المهمة جدا جدا إن إحنا نبص عليها. في سؤال من زميلنا زياد، هل الاحتياج يكون قبل الأولويات؟ أكيد طبعا، لأن طبعا في لو سمعنا على الماسلوز هيراركي اوف نيدز او ترتيب احتياج الانسان لواحد من العلماء اسمه ماسلو، قال دايما الاحتياج اللي هو دايما بيكون الامن والامان والمأكل والمشرب والمسكن، ده بيجي في الهرم قبل الانسان ما يبتدي يسعى وراء ما يريد. بس هي مشكله اخونا زياد، ليه احنا قلنا ان احنا بنسعى ورا ما نريد؟ لان احنا بنوصل في الهرم بسرعه قوي، اول ما نحقق اللي احنا محتاجينه بنجري ورا حاجات تانية على طول. يعني الانسان بطبعه طماع، والانسان بطبعه بيحب المزيد، هل من مزيد، ولكن في رحله البحث عن المزيد الانسان بيلاقي نفسه ضحى بحاجات كانت في اولوياته، ولكن للأسف ضحى بيها لأنه ما شافهاش وداس عليها. وللأسف الشديد دي من الحاجات اللي احنا لما نبص ليها بنبص لها في يعني للأسف الشديد على إنها حاجات ناخدها في يعني for granted أو ناخدها ببساطة بدون ما إن احنا نحط لها قيمة. يبقى إذن ده المستوى الثاني. يبقى المستوى الأول قلنا القناعة، ثم المستوى الثاني ما نحتاجه مقابل ما نريده. في بعض الأسئلة من زمايلنا بيتكلموا على السلايدات، طبعا السلايدات إن شاء الله تكون مع الجمعية، وإن شاء الله زملائنا في الجمعية يبعتوها لكل المسجلين الحضور، مفيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. فدي من النقطة، دي النقطة رقم اثنين اللي هي المستوى الثاني من السعادة. اتفقنا السعادة العقلية عشان أدرب عقلي على السعادة، القناعة أدربه على القناعة، ثم بعد ذلك أدربه على إن أنا هو يبص على أولوياته، ما يحتاج وليس ما يريد وما هو يمكن أن يضحي به. طيب نيجي للمستوى الثالث بقى عشان نوصل للقناعة. طيب الإنسان بيحدد ما يريده مقابل إيه؟ يعني هنا السؤال، لماذا نسعى وراء المزيد؟ ليه الإنسان طماع؟ يعني إحنا قلنا إن الإنسان بطبعه طماع، ليه الإنسان طماع؟ الإنسان طماع لأن العقل زي ما اتفقنا بيقول صفر من 0-1 relationship، من صفر أو واحد اللي هي صح وغلط، يعني غلط وصح، العقل ما عندوش نقطة في النص. فبدون أي
ده يعني بغريزة الإنسان والعقل خلق لكي يقارن. وهنا بيجي إزاي تدرب عقلك، لأن المقارنة بمعنى إيه؟ المقارنة بمعنى أنا والله مثلا واحد متخرج من كلية الهندسة بقالي 5 سنين، زميلي المهندس الثاني راكب سيارة أكتر مني وأنا راكب سيارة أقل مني. أنا مثلا لو واحدة من زميلاتنا البنات مثلا، والله ربيعتي مثلا اتجوزت فلان مش عارف عايشة في بيت كذا، أنا اتجوزت فلان عايشة في بيت كذا. بيحصل إن دايما الإنسان بيقارن، وعشان خاطر نتذكر هذا أول جريمة في البشرية حصلت بين قابيل وهابيل، وكان بسبب المقارنة بينهم ومن بعض. إذن المقارنة هي جزء من العقل، عشان كده لازم لها تدريب. لو تركنا العقل كما هو بدون تدريب هنتحول إلى غابة، وهنتحول إلى كل واحد بيبص في الحاجة اللي في إيد اللي جنبه. يبقى تعالوا نبص تاني عشان خاطر ليه. يبقى إحنا اتفقنا قلنا عشان نكون سعداء، عشان ندرب العقل على السعادة، قلنا لازم يكون عندي قناعة، والقناعة دي هدرب كيف أدرب عقلي على القناعة، إن إذا شيء ليس لي يد فيه إذن هو من عند ربنا، وإذا من عند لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن فهو خير من عند ربنا. إذا لي يد فيه اتعلمت، ولو اتعلمت إذن إيجابي. طيب القناعة بأين تأتي؟ إن أنا أبص على الأولويات اللي هي ما نحتاج مقابل ما نريد، وده بيجي من الأولويات اللي احنا قلنا عليها. طيب وكيف تحدد الأولويات؟ بتحدد الأولويات بالمقارنات، عشان خاطر أدرب عقلي على إنه يحط أولويات مظبوطة. لا تقارن، حاول على قد ما تقدر لا تقارن نفسك بحد تاني. ليه بقى؟ لأن عايزين نبص على حكمة، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. يا ترى عايز كل مرة تحاول تقارن، عايزك تفتح ايدك وتبص فيها، هتلاقي ان انت لما تبص على ايدك هتلاقي فيه اصابع لا يمكن بصمة تكون شبه البصمة دي. فكر شوية بعمق، هناك حوالي 7 مليار بني آدم على وجه هذه الكرة الأرضية حاليا. 7 مليار دول نفترض ان معظمهم ان لم يكن يعني حصل لا قدر الله حادث او شيء، عندهم 10 أصابع. في 7 مليار يطلع عندك 70 مليار، مفيش واحد منهم شبه التاني. لا يمكن، وده من اعجاز الخلق، ان يكون 7 مليار يعني 70 مليار بصمة لإصبع لا يتعدى مساحته سنتيمتر واحد فقط. طيب ده بيقول لك ايه؟ انك لا يمكن تقارن. الناس لم يعني ما حصلش ان الخلق عشان نقعد نقارن ما بيننا وبين بعض. كل واحد منا له قصه، يعني زي ما اتفقنا، وطبعا معروف جدا قصص الرزق، وان كل واحد هياخد رزقه، اللي هياخد شويه مال وشويه سعاده وشويه اولاد وهكذا. لا يمكن حد هياخد كل الارزاق، وحتى اللي عنده مال كتير وعنده أولاد وعنده ما عندوش الأمان وما عندوش السعادة والصحة، لا يمكن. إذن عشان خاطر المقارنات، وهنا بيجي يعني العلم بيعرضوا في تجربة جميلة جدا جدا، بيعملوا حاجة يسموها الجيفت بوكس أو صندوق الهدايا. فصندوق الهدايا ده بيقول لك إيه؟ أنت عندك صندوقين من الهدايا، فبيقول يعني بيعطي للناس كده صندوقين، يقول له كل صندوق هيجي انت من حقك تختار الصندوق، لكن مش من حقك تنقل محتويات صندوق واحد لاثنين ولا اثنين لواحد. يبقى لو صندوق واحد وصندوق اثنين موجودين، اختار، يا تختار صندوق واحد يا تختار صندوق اثنين. لما تختار صندوق منهم لازم هيجي لك معاه مشكلة، يا اما تيجي مشكلة صحية، يا اما تيجي مشكلة في اولادك، يا اما تيجي مشكلة في اهلك، يا اما تيجي مشكلة في مالك، يا اما تيجي مشكلة في بيتك او وهكذا، او في عملك، لازم هيجي لك مع مشكلة. اختار صندوق من السنة دي وانت وحظك. هل ينفع تختار صندوق بدون مشاكل؟ لا يمكن. ولذلك برضو لما نرجع تاني للمقارنات، يعني دي من الحاجات اللي موجودة في الإنسان عشان يدرب عقله. يعني ربنا حتى سبحانه وتعالى قال ولا نبلونكم، وده قسم مضاعف، يعني هيحصل ابتلاء، هيحصل ابتلاء. وفي آية تانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأن لازم يحصل إيه؟ مقارنات، ولازم أنت بقى تدرب عقلك إنك ما تبصش للحاجة اللي معاك. بص دايما للناس اللي أقل منك في الحاجة اللي بتدور عليها.
لان على فكره ما حدش اقل مننا، كلنا زي بعض، وما حدش اقل من التاني في اي حاجه في الرزق، لكن احنا دايما بنبص على الحاجه اللي مش معانا. يعني بمعنى لو واحد معهوش مال بيبص للي معاه مال، واللي معاه مال بيبص للي معاه صحه ويقول ياه اللي معاه صحه ده ماشي ما عندوش مشكله، واللي عنده صحه بيبص اللي عنده وظيفه، واللي عنده وظيفه بيبص للي عنده راحه بال، واللي عنده راحه بال بيبص للي عنده اطفال واولاد ومونسينه عنده في البيت وبيقول ياه فين الدوشه. لما كنا بنشتغل كانوا الناس بتقول اين الويك اند، وكان كل لما تبص على البوستات بتاعت الناس في الواتساب وفي السوشيال ميديا والحاجات دي كلها يقول لك بكره دوام، بكره دوام. طيب النهارده احنا الناس قاعده في البيت ومريحه، مش مبسوط ليه؟ يعني لا ده عاجب ولا ده عاجب ولا كده عاجب ولا كده عاجب، لان الناس بحكم العقل الانسان طماع عايز كل حاجه، ولكن الانسان مش هياخد كل حاجه. وبالتالي هنا بيجي للمقارنات، المقارنات لازم ندرب عقلنا ان انا لا يمكن اقارن. هرجع تاني لنقطه القناعه عشان خاطر هم كلهم مربوطين ببعض. هو مين اللي رزقه؟ مش ربنا. يبقى انا معترض على ايه؟ انا بتحاكم في ايه؟ أنا لازم اسال نفسي وادرب مخي، هو انا بقارن نفسي بيه ليه؟ عشان انا وهو مش زي بعض، لا يمكن نكون زي بعض. للاسف الشديد معظم الناس بسبب السوشيال ميديا والمسلسلات واعلام كتير والحاجات دي كلها بيحاولوا يقلدوا، ولما والتقليد بيكون اساس المقارنه، ان انا بحاول اكون مثل فلان، واحنا عارفين ان مش هنكون مثل حد، كل واحد مختلف، ولكن ممكن نحاول نتنافس في حاجات حلوه، نتنافس في العلم، ونتنافس في عمل الخير، نتنافس في دفع الوطن للامام، نتنافس في كل واحد يرفع بلده، كل واحد يعمل حاجه عشان خاطر وطنه يكون احسن. ده تنافس جميل قوي. عايز لما ارفع علم بلادي يكون علم بلادي الناس تكون مبسوطه وتقول اه شوف حققنا كذا، عايزين نطلع علماء، عايزين نطلع كذا. هنا يجي بالنسبه لنا تنافس حميد، ويكون هنا عشان كده دايما المقارنه بتيجي من ان الانسان زي ما احنا حطينا كده بالظبط الصوره، ان يكون السمك الكبير بيبص يقول انا ليه موجود في حوض صغير وسمكه صغيره موجود في حوض كبير. قد تكون السمكه الكبيره اللي في الحوض الكبير تشعر بالوحده وبتقول مين يملى علي هذا الحوض الكبير اللي موجود انا فيه، والسمكه الصغيره تكون في امان لانها في مكان يعني بيحميها، ما عندهاش محيط كبير ممكن مثلا يحصل فيها مشكله. ولذلك الانسان نفسه عشان يدرب عقله على المقارنات ان هو لا يقارن، يسال نفسه، يرجع تاني للسؤال، لا يمكن تختار ما عند اللي قدامك، لانك لو اخترته هتختاره بما هو مبتلى فيه. مفيش حد عنده صندوق كله هدايا، الصندوق لازم يكون فيه هدايا وابتلاءات. ولذلك دايما عشان تدرب عقلك لعدم المقارنه، قول يعني انا هل ارضى اخد الصندوق بما فيه ولا لا؟ ولو انت ما تعرفش اللي فيه، اذا ارضى باللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك، لان ما تعرفش اللي قدامك عنده مشكله شكلها عامله ازاي. ومن الحاجات الكتيره جدا جدا ومن القصص المشهوره جدا جدا، على واحده من القصص اللي كانت يعني مشهوره جدا في بعض التجار المشهورين اللي كانوا موجودين في بعض الدول يعني العربيه، ان واحد كان دايما بيدور على الولد، ودايما يعني تزوج ربنا رزقه ببنات، لا عايز ذكر ولد، تزوج مرة تانية وتالتة ورابعة، ولازم عايز الذكر ذكر ذكر ذكر. جاله ولد بعد كده في الآخر، شوف بسبب المقارنات اخترت الصندوق اللي مع غيرك وقعدت تدور عليه. الطموح مش وحش، ولكن لازم تكون عندك قناعة. ولذلك عشان كده بنتكلم على المقارنات. لما جاله الولد للأسف الشديد لما كبر كان فاسد، وكان عنده مشاكل وعمل مشاكل كبيرة جدا جدا، وكان سبب في وفاة أبوه بعد كده بأزمة قلبية بسبب أنه لما يعني اتقبض عليه في مشكلة كبيرة وهكذا. فإذا لما نبص للمقارنات لازم الإنسان يكون يبقى فاهم أنك لو حاولت تاخد أو تبص للي عند غيرك هتبص له بحلو ومره، هتاخده بابتلاءه. فدايما أقول اللي أنا عارفه أحسن، اللي أنا أقدر عليه وربنا كلفه بي يعني كلفني بيه أحسن من اللي أنا معرفوش، لأن أنت ما تعرفش كل واحد شايل إيه. ولو بصينا للغرب، من الحاجات اللي دايما يعني الامريكان في علم السايكولوجي
يقول لك يعني American Psychological Association او جمعيه علم النفس الامريكيه بيقول لك جمله مهمه قوي. يقول لك ايه؟ Everyone has a story. يعني ايه Everyone has a story؟ يعني كل واحد عنده قصه. يعني وده من الحاجات اللي لما نبص فيها كل واحد عنده قصة انت ما تعرفهاش، انت شايف الظاهر، فبلاش تقارن لانك ما تعرفش بواطن الامور ايه. فما تدورش على حاجة تكون مش ما تعرفش عواقبها تكون عاملة ازاي بسبب انك بتحاول تقارن نفسك بغيرك. وده يجي المستوى الثالث من تدريب العقل على السعادة. يبقى اتفقنا ربنا، المقارنة، الحمد لله، القناعة انك اللي كتب عليك الحمد لله، ثم المستوى الثاني ما تحتاجه، أولوياتك، رتب أولوياتك، أنت محتاج إيه مقابل ما تريد. ثم المستوى الثالث لا تقارن نفسك بغيرك لأن كل واحد عنده قصة، ولو اخترت قصة غيرك هتاخدها بحلوها ومرها، مش هينفع تاخد حلو بس بدون المر. وده يجي للنقطة رقم ثلاثة، فدي مهمة جدا، وكل واحد عنده قصة، وفعلا فعلا دي مهمة جدا زي ما أختنا مشاعل بتقول، وزي ما كل الكومنتات اللي شايفينها كلكم مظبوط فعلا، وكل إنسان عنده قصة. ولذلك دايما الإنسان يحاول إن هو دايما ما يعقدش مقارنات بينه وبين الناس التانية. نيجي للمستوى الرابع، المقارنات بقى بتخليني أحط معايير. يبقى تعالوا نبص تاني عشان خاطر دايما نكون متابعين السلسلة. يبقى اتفقنا السعادة، تدريب العقل على السعادة يجي بتدريبه على أن يكون قنوعا بما ربنا سبحانه وتعالى كتبه ليه. والقناعة دي بتيجي من ترتيب الأولويات، وترتيب الأولويات دي من أنا الحمد لله عندي 1 2 3 4، فقط 5 و6 و7 و8 مش مشكلة، عندي 1 2 3 4 أولوياتي مهمة جدا. والأولويات دي بتيجي بتدريب العقل على عدم المقارنة، يعني بعدم المقارنة بالناس التانية. طب المقارنات دي أساسها إيه؟ يعني نبص نروح للمستوى اللي وراه، لماذا يقارن الإنسان؟ يعني ليه بنقارن؟ لأن الإنسان المخ بتاعه، عقل الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما بيفكرش أحادي اللون. يعني إيه أحادي اللون؟ يعني الإنسان لو رسمة بيضة على ورقة بيضة مش هيشوفها. عشان عقل الإنسان يشوف لازم يكون في خلفية، عشان كده بنسميها الباكجراوند أو الخلفية. وعشان كده الإنسان عكس كثير من الحيوانات والطيور اللي هي ممكن بتكون بترى بأشعة غير الإنسان بيرى بيها. الإنسان مخه لازم التضاد عشان يفكر، ولازم خلفية. فلذلك بيبص على إيه؟ على معايير. يعني معايير بمعنى ايه بقى المعايير؟ النهارده او اللي هي بيسموها الستاندردز. لو انا قلت لك انت ليه بتقارن نفسك؟ تعال نفكر بعمق شويه، يا ترى احنا ليه بتقارن نفسك؟ انا واحد درست كليه هندسه وخريج جامعه عاليه، يبقى لازم ليا مستوى معين اعيش فيه. انا واحد او واحده تكون بنت عالم، انا لازم يكون ليا مستوى معين اعيش فيه. أنا واحد مستوى 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 مستوى. والمستويات والمقاييس هي عبارة عن معايير يضعها العقل عشان خاطر لما يقارن يعرف يقارن نفسه بمين، بمن تقارن نفسك. فهذا بيكون مقياس المعايير اللي هو إيه؟ المعايير بقى. فبنيجي بنحط المعايير لنفسنا، كيف يضع الإنسان المعيار؟ والإنسان لما بيحط، يعني ليه عايز تركب سيارة مثلاً؟ اللي عايز يركب سيارة مرسيدس، اللي عايز يركب بي ام دبليو، اللي عايز يركب رينج روفر، اللي عايز يركب ليه؟ ليه البي ام دبليو؟ ليه المرسيدس؟ ليه الرولز رويس؟ ليه البنتلي؟ لأن من هم في مستوايا ركبين نفس السيارة وأنا عايز أكون مثلهم. إذن المقاييس والمعايير اللي الإنسان بيحطها بتكون أساس المقارنات. لأنك قبل ما تقارن نفسك بفلان بتحط معايير عشان خاطر تشوف مين في هذا المستوى. عشان كده ان احنا بنبص اللي هي الطبقات والمستويات اللي هي بتيجي الانسان يقول ادي الطبقة الاولى، ادي الطبقة الثانية، ادي الطبقة الثالثة. وكل طبقة بقى بيكون فيها ناس ليهم معايير معينة. المعايير دي بقى اللي هي عبارة عن ايه؟ المعايير دي اللي هي الطبقة دي
بتعيش في بيت يكون حجم وكذا، في كم غرفة، في كم شغالة، في كم كذا، في كم كذا، من القصص ومن الناس الحاجات اللطيفة جدا اللي انا شفتها. ان دخلت مرة يعني بيت واحد من اصدقائي يعني اللي اعرفهم، فلقيت عنده 11 بشكارة يعني 11 خدامة. فسألته قلت له 11 خدامة، انت محتاج 11 خدامة؟ قال لي لا، بس هو يعني هو كده الناس يعني احنا متربيين كده او المجتمع كده، يبقى لازم يكون في 11 خدامة. اذا المعايير بتتحط بناء على ايه؟ وهنا يجي بقى الاساس لوضع المعايير، اللي هو بنفكر دايما في تفكير ان يكون في ندرة، ان هيخلص. ولذلك بنبص دايما ان لو يعني الحاجة، وهنا بيجي للتفكير الانسان لما بيفكر بعقله، هناك نوعين من التفكير، هناك تفكير وفرة وتفكير ندرة. يعني ايه تفكير الندرة؟ اللي هو بيسموه في اللي هو السكيرستي ثينكينج، يعني ان الحاجة هتخلص لو انا ما خدتهاش هتخلص. بنشوف الناس قبل رمضان لما بيجوا يعملوا شوبينج والحاجات دي كلها، او الانسان لما يكون صايم وجاي يشتري اكل او كده، تلاقيه بيشتري بزياده. ليه؟ خايف يخلص، خايف يجوع، خايف الخوف من زوال الشيء، فبيخليه يفكر بتفكير ندره. اما الوفره اللي هي بيسموها الاباندنس، يعني ايه الوفره؟ يعني هناك ما يكفي الجميع، وانا مش محتاج اتنافس مع حد في رزق معين، او ان انا اتنافس مع حد في مستوى معين، او اتنافس مع حد في معيار معين. لنرجع تاني للمعايير. النهارده المعايير عباره كلها عن ايه؟ عن زي ما احنا قلنا، المقارنات عباره عن جايه من معايير، عشان هي كلها جايه من تنافس. التنافس لان احنا في المعيار، احنا في الطبقه دي وعايز اروح للطبقه اللي بعدها، او اروح للطبقه اللي اعلى، عايزين نتحرك. يعني في حد بيبقى راضي يقول انا عايز افضل في الطبقه اللي انا فيها، لا، تلاقيه دايما عايز ايه؟ ينتقل من طبقه الى طبقه، من مكان الى مكان. طيب وليه عايز تنتقل من طبقة إلى طبقة؟ عشان خاطر الطموح والأولويات والمعايير، ولكن عشان خاطر المنافسة. وده من الإنسان دايما حب التنافس، وده كان أصل دايما لما نبص على زمان جدا في التاريخ، من بداية الخلق زي ما اتكلمنا على أول جريمة حصلت في الأرض، قابيل وهابيل، وكان دايما بتحصل بسبب التنافس والمعايير. أنا ليه عايز ده؟ أنا عايز يكون عندي ملك أكبر، عايز يكون عندي مال أكتر، عايز يكون عندي وظيفة أعلى. فالتنافس ليه؟ لأن العمر بيجي وعايز أخد من الحياة من أكتر ما يكون، وعايز أخد أكتر حاجة من حياتي. دي بتيجي برضو أصلها جاي منين؟ هنيجي للنقطة بقى اللي هي ما قبل الأخيرة، اللي هي العقلية الثقافية. وهنا بيجي من الإنسان اللي هي بقى لقلب أو مربط الفرس، مربط الفرس وأساس تدريب العقل على السعادة، هي الهوية. ودي مهمة جدا جدا جدا، نسأل نفسنا الهوية، انت مين وعايز ايه من الحياة؟ ودي من الأسئلة العميقة اللي احنا دايما نفكر فيها، عشان خاطر نوصل لتدريب العقل مظبوط على السعادة. لازم أسأل نفسي انا من أنا؟ وأنا عايز إيه؟ ما هو هدفي في الحياة؟ هويتي أنا عايز إيه؟ لو سألنا السؤال ده، أنا متأكد إن كتير من الناس اللي بيسمعونا دلوقتي السؤال ده ملوش إجابة. وأنا قعدت فترة طويلة جداً أنا كإنسان ملوش إجابة عندي، وبفكر فيها ترى أنا عايز إيه من الدنيا؟ لأن كلنا بنحاول نجيب كل حاجة، عايزين ناخد كل حاجة من الدنيا، عايزين ناخد وظيفة، عايزين ناخد أولاد، وعايزين ناخد عائلة وأسرة كويسة، وعايز تاخد مال، وعايز تاخد كل حاجة. يا ترى انت عايز ايه من الدنيا؟ وهنا دي مهم جدا 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 ان الانسان يبتدي يفكر نفسه، لان في النهاية كل السلسلة مربوطة ببعضها. يبقى لما نبصلها تاني ونربط السلسلة كلها ببعضها، لان السعادة تدريب العقل على القناعة، لان ربنا هو اللي كتب عليك كل الامور دي، ولو عملت غلطة انت تعلمت منها. القناعة بتيجي من ترتيب الأولويات. ولما نبص لترتيب الأولويات، تعالوا نبص عليها مع بعض كل مرة تانية، نبص عليها مرة واحدة. القناعة تيجي لترتيب الأولويات،
فاكرين احنا اتكلمنا عليها، انت عايز ايه، هترتب اولوياتك وهتعمل الايه الاكسرسايز ده او التدريب اللي هو هنكتب اللي احنا عايزينه، ثم بعد ذلك نقارن من يحل محل اللي بعده. بتيجي من المقارنات، ما نقارنش لان كل واحد عنده قصه، ولو خدت بصيت لغيري اذا انا خدت قصه غيري بحلوها ومرها. المقارنات بتيجي بسببها المعايير اللي احنا بنحطها، سببها التنافس الشديد في رفع المستوى الاجتماعي، وفي النهايه بيجي للهويه، انا في مين، انا مين، وانا عايز اقارن نفسي بايه. يبقى تعالوا نحطها مع بعض كده، المقارنات، والمقارنات بتيجي من المعايير، ولما نبص للمعايير هنلاقيها جايه من التنافس. ولو بصينا بقى للتنافس، مهم قوي بقى، هو انا من انا، ودي اخر نقطه ودي اخر حته في السلسله، سلسله تدريب العقل. عارفين ليه بقى الهويه مهمه؟ لان انا النهارده بقارن نفسي بمين، مع من اتنافس. يعني تعالوا بقى احنا خدنا السلسله من فوق لتحت، مظبوط، تعالوا ناخد السلسله من تحت لفوق بقى، كان احنا بنبص ايه، يعني احنا حفرنا وصلنا لاصل المشكله اللي هو بنسميها الروت كوز، او الاصل، اصل النقطه، اصل تدريب العقل. تعالوا نفكر بقى تاني من تحت لفوق، تعالوا نطلع كده عشان ندرب العقل على السعاده. دلوقتي انا لو فكرت وقعدت، انا لازم ادرب نفسي من انا، مع من اتنافس. يعني انا النهارده لو لازم افكر كده، يا ترى انا هتنافس مع من؟ هتنافس مع واحد بيقرا كتاب، ولا هتنافس مع واحد بيجري ورا مثلا ثروه معينه، ولا هتنافس مع حد فنان في فن معين، هتنافس مع حد في يعني انا من انا؟ لان اذا حددت من انا هحدد مع من اتنافس، مظبوط ولا لا؟ لان النهارده لا يمكن لاعب الكره يتنافس مثلا في الغناء مع مغني، مع مطرب، لانه لاعب الكره هيقول والله انا لاعب كره، انا مش شغلتي ان انا اغني. لو عرفت من انا هعرف مع من اتنافس. فانا لما اجي اقول النهارده انا والله عالم، قالوا لي طب تعالى تتنافس مع بطل رياضي في الجري عداء، انا لست عداء حتى اتنافس على العدائين. يبقى انا والله عالم اتنافس مع العلماء، ومش مع اي علماء، مع العلماء اللي موجودين في مجالي، مش اي عالم. يعني عالم الطب مش هيتنافس مع عالم الفيزياء، عالم الطب هيتنافس مع عالم طب، وهكذا. يبقى اذا الهويه هي اصل تدريب العقل على السعاده، لانها هتحدد لك مع من تتنافس في هذه الحياه. اول لما تحدد مع من تتنافس هتبتدي تحط المعايير التي ستتنافس عليها. هتقول والله كيف يتنافس لاعب الكره مع لاعب الكره بعدد الاهداف اللي بيجيبها، بالمشجعين، كيف يتنافس العالم مع العالم، بعدد الابحاث، بالمنشورات، بالحاجات دي كلها. هل هيتنافس العالم مع العالم بالسياره اللي هو بيركبها؟ لا. هل هيتنافس العالم مع العالم في البيت اللي هو قاعده؟ لا. إذن شفتوا إزاي الهوية هتحدد لك من أنت، مع من ستتنافس، ما هي معايير هذه التنافس أو هذا التنافس. ثم بعد ذلك هتقارن بناء على إيه بقى؟ هتقارن بناء على تنافس شريف، تنافس محمود. إن أنا النهاردة رياضي، لاعب كرة، عايز يجيب أهداف أكتر، خلاص ما فيش مشكلة، أنت ما بتأذيش غيرك لما بتجيب هدف تاني، يعني ده بيجيب أهداف وده بيجيب أهداف، وشوف مين يجيب أكتر. عالم باحث بيتنافس مع عالم تاني في أبحاث، اذا ما فيهاش مشكله، انت هتتنافس، هتعمل ابحاث ويعمل ابحاث في سبيل خدمه البشريه كلها، اعملوا ابحاث. واحد عايز يتنافس في رفعه وطنه، فده هيعمل، هيتنافس في اقتصاد، وده هيتنافس في انتاج وتشغيل وعماله والحاجات دي كلها. جميل جدا، انت الاثنين مفيد، تنافس، شفتوا المقارنات هنا هتكون مفيده. ثم بناء عليه بقى هتحط اولوياتك. هيكون البحث العلمي لو كنت عالم رقم واحد، هيكون الرياضه وتسجيل الاهداف هيكون رقم واحد، وهيكون هكذا. هتبتدي ان انت تحط اهداف اولويات مظبوطه. لما تحط اولويات مظبوطه، اذا فقدت منك الاولويات اللي هي رقم خمسه وسته وسبعه، هي مش اهم حاجه بالنسبه لك، هيكون عندك قناعه، وهيكون عقلك هنا بيقول لك مش مهم، ما حصلش حاجه، والحمد لله. هتلاقي نفسك بتدرب عقلك دايما على
ان يكون عقل سعيد ويكون عندك سعاده ذهنيه او سعاده عقليه ليها اساس. وهنا لما نبص ليها دايما دايما، على قد ما احنا بنبص للقشور على قد ما البناء بيجي من الاساس. يعني اذا حبيت تفهم تدرب نفسك، درب نفسك دايما من مستوى مستوى. واذا حبيت تبني، يعني للي عنده بقى النهاردة اطفال واللي عايز يعيد بناء الهوية ويعيد بناء الشخصية ويعيد بناء شخصية السعادة العقلية، يبدأ من الجذور. والجذور هي دايما الهوية، من انت ومع من تتنافس. ودي اهم سؤال، انا دايما اقول اهم سؤال الانسان يحدده لنفسه، يا ترى انت مين وبتسابق مين في هذه الحياه؟ لان الحياه عباره عن سباق، كله بيجري، كل الناس بتجري، والانسان ما بيكونش عقله زي ما اتفقنا النهارده. احنا في اربع جوانب بالسعاده اتكلمنا على جانب منها اللي هو الجانب العقلي. عقلك لن يحدثك بالسعاده ولن يكون يحسسك بالسعاده، او يعني يشعرك او يرسل اشاره السعاده، إلا عند تحقيق هدف معين. الهدف ده عبارة عن سباق أنت بتجري فيه، عايز توصل لمستوى معين. لما توصل للمستوى المعين ده هيكون أنت عندك فيه حالة رضا وتكون سعيد، وعقلك هيرسل إشارة احتفل، كن سعيدا، تستحق الاحتفال. فده كله بيرجع منين؟ بيرجع من الأساس أو من الجذور، هي الهوية. من أنا؟ مع من أتنافس؟ بناء عليه أحدد المعايير، ثم بعد ذلك أقارن نفسي بمن هم في نفس السباق اللي أنا بجري فيه. ثم بعد ذلك هنحدد الأولويات، ثم بعد ذلك هيكون عندي قناعة، ثم أشعر بالسعادة العقلية. أتمنى يكون يعني العرض كان واضح، أتمنى يكون مفيد. هنا أنا يعني هتوقف أبص على الأسئلة. فلما نبص للأسئلة مع بعض، الجميلة جدا التعليقات، والتنافس فعلا جميل جدا، والمنافسة مهم جدا زي أختنا عائشة، المنافسة بحدود ما يكونش فيها بغضاء وحسد. النقطة عائشة اللي ذكرتها، إمتى المنافسة بتكون فيها بغضاء وحسد؟ لما يكون اللي بينافس، وهنا يعني بنبص لحرف الحاء، حرف الحاء من الحروف العبقرية شوية، اللي هو فيه ثلاث مستويات. يعني أختنا عائشة قالت نقطة حلوة، فتحت باب جميل للمناقشة. يقول لك دايما حرف الحاء يعني يكون، يعني خد بالك منه، هناك ثلاث مستويات. أول حاجة الحسرة، يعني الحسرة ده المستوى الأول، اللي هو لما واحد يكون بيتنافس وبيخسر فيبقى عنده حسرة، يكون مكسور. يعني زي كده في الفرق الرياضية، لما واحد ياخد الكاس الفريق المقابل تلاقيه راسه تحت كده مش مبسوط، يعني حسرة. ثم المستوى الثاني بيجي حسد، اللي هو يا بخته. يعني وطبعا الحسد بيجي منين؟ بيجي من المقارنة، يعني ان انا هنا، بس مش مقارنة بقى الحميدة، مقارنة بان انا لماذا هو يعني خد حاجة وانا ما خدتهاش، يعني ليه هو. ثم يجد المستوى الثالث من حرف الحاء، يجي الحقد، وده طبعا يعني اسوأ مستوى، اللي هو يتمنى يعني زوال النعمة من حد حتى لو ما جاتلوش، المهم هو ما ياخدهاش، يعني حتى لو ما جاتش للإنسان. ولكن لو فكرنا فيها، لماذا يعني يشعر الناس بالحسرة والحسد والحقد؟ ليه بعض الناس عندنا فيه حقد؟ وده كان حاجة من الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ منها، يعني من الحقد. يا ترى ليه الناس كتير أو بعض الناس بتيجي لي لهذا المستوى الحقد؟ لأن المشكلة وللأسف الشديد، لما بيجي الناس بتروح للحقد لأن ما عندوش هوية. يعني لو بصينا للتدريب، إحنا الإنسان يا جماعة
وعلى فكرة دي من نظريات فرويد، اللي منكم حابب يعني يتعمق في هذا الموضوع، في دوكيومنتري أو وثائقي جميل جدا على البي بي سي، دوكيومنتري، تعرفين بي بي سي دوكيومنتري أو البي بي سي الوثائقية، ليها على اليوتيوب قناة، كان بفرويد، اسمه ثيوري اوف سيلف. ثيوري اوف سيلف يعني نظرية النفس أو الشخص يعني، أو النفس. ده كان فرويد عمل نظرية جميلة جدا. يعني قال ايه فرويد، وعلى فكرة اتقالت، قالها كمان دانيال جولمان في الايموشنال انتليجنس أو الذكاء العاطفي، وقالها علماء كتير قوي، ان الانسان بداخله في شر وفي خير، ما يغذيه هو اللي هيكبر. لو غذيت الشر هيكبر الشر، ولو غذيت الخير هيكبر الخير. ودي من الحاجات اللي احنا لما نبص ليها ونشوف ماذا نغذي. ولذلك تدريب العقل مهم. يعني لماذا يصل الناس للحقد؟ لانه لا يدرب عقله، ساب نفسه. يا جماعه احنا لماذا خلق يعني ان فيه، ليه مثلا احنا محتاجين يكون عندنا شرطه وعندنا اجهزه؟ لان الانسان لو اتساب بدون قانون، ولو اتساب بدون تدريب، الانسان بطبعه جواه الخير والشر. لو اتساب بدون كنترول او بدون تحكم، اللي بيغذي الشر هيكبر، واللي بيغذي الخير هيكبر، وفي الاخر هتبقى صراع ما بين الخير والشر. ولذلك من الحاجات المهمه جدا ان الانسان لو ما دربش عقله، ولو ما دربش نفسه، هيوصل للحقد وهيوصل للحسد. فنقطه جميله جدا اثارتها اختنا عائشه، لان ازاي تكون، هي قالت جمله جميله جدا، المنافسه بحدود. كيف تكون المنافسه بحدود؟ لازم عشان اكون ليا حدود، عشان اعرف حدودي، لازم الاول اعرف انا مين. كيف اكون، يكون ليا حدود بدون هويه؟ الاول الهويه ثم الحدود، لان الهويه هي اللي بتقول لي حدود، مظبوط ولا لا. والدليل على ذلك ان احنا تعالوا نبص للبيوت اللي تربينا فيها والمجتمعات اللي تربينا فيها. دايما يقول لك ايه، انت مثلا من بيت فلان، بيت فلان معروفين ان هما ما بيعملوش كذا وبيعملوا كذا، يبقى اذا الهويه اول ثم الحدود. احنا والله عائله فلان دول عائله مثلا معروفين بالعلم، وعائله فلان معروفين ان هما كذا، وبالتالي العائله بتعرف الاول الهويه ثم الحدود. يقول لك والله انا مثلا انا لا اكذب، انا ليه؟ عشان خاطر انا عربي، عشان خاطر انا مسلم، عشان خاطر انا وهكذا، انا لا كذا. يعني لازم انت الاول الهويه ثم بعد ذلك ايه الحدود. ولذلك نقطه جميله جدا اخت عائشه اثرتها، المنافسه بحدود، ودي مهمه جدا عشان توصل تكون حدود، يكون جميل جدا. وطبعا اختنا مشاعر قالت نفس النقطه، التنافس الشريف. وعشان يكون التنافس شريف، لازم يكون تنافس يعني يكون قد بعض الاحيان يكون يعني في شيء من الحسره، يعني ان انا لم انجح، ولكن لا يكون في حسد او حقد، وعشان وده عشان يكون في تنافس شريف. فتنافس طبعا مهم جدا جدا جدا، ولكن يعني من يتنافس، يعني ده مهم جدا جدا. دي نبص لو في اي يعني سؤال كمان. اكيد طبعا موضوع الحسد يطول الكلام فيه، ولكن احنا بنتكلم على طالما الانسان يعني بيدرب عنده، يعني بيدرب عقله، هيكون مهم جدا جدا لتدريب العقل على السعاده. في سؤال من اخونا محمود، ازاي واختنا منال هنفتح دلوقتي مجال الاسئله، يعني صوت وصوره نتكلم مع بعض، كيف تقوم المؤسسات والدول بحساب العائد على السعاده باعتبارها استثمار في راس المال البشري، ولو تكلفه ماديه لكن عوائدها تكون معنويه؟ سؤال جميل جدا يعني محمود. اجابه هذا السؤال في واحد من الكتب الجميله جدا جدا اللي احنا نبص، لو حد حابب ان هو يطلع على هذا الكتاب، لو حد مهتم بهذه النقطة اللي هي كيف يقاس العائد على الاستثمار في السعادة، في كتاب جميل جدا جدا اسمه The Human Equation، وده اللي هو معادلة الإنسان، وده اللي كتبه أستاذ في جامعة ستانفورد اسمه فافر، جيفري فافر.
وده للي مهتم بهذا النقطة، بهذه النقطة، كيفية حساب العائد على السعادة. والعائد ده مهم جدا، ودي من الحاجات طبعا اللي في المؤسسات يعني بيقولوها، يعني بيحسبوا عليها العائد. في دلوقتي ممكن يكون عندنا وقت للأسئلة، فتعالوا يعني نفتح الوقت للأسئلة. لو حد عايز يشارك بالصوت والصورة. تمام، إذا ما كانش فيه أسئلة، إذا أعتقد إحنا كده يعني نكون وصلنا لنقطة يعني النهاية. اتفضلي زميلتنا ريم، اتفضلي. في زميلتنا ياسمين كانت بتتكلم على الايموشنال انتليجنس. في كتاب زميلتنا ياسمين اسمه ايموشنال انتليجنس، دانيال جولمان، هكتبه لك على الشاشه. دانيال جولمان، خلينا نيجي من النقطه. وده لان هو انا دايما بقول يعني في كتب كتيره جدا، ولكن دانيال جولمان هو اللي اخترع موضوع الايموشنال انتليجنس، فهو اكثر من يمكن يعني الوثوق به في يعني موضوع الايموشنال انتليجنس بالنسبه لزميلتنا ياسمين. انا شايف يعني كتير جدا جدا مناقشات على التنافس. التنافس مهم جدا، ولكن فيما تتنافس، وده النقطه عشان خاطر يعني مهم جدا ان احنا نوضح. التنافس شيء جميل جدا، ولكن فيما تتنافس، ده الحاجه المهمه جدا. تنافس في شيء مهم ومفيد لبلدك، ومفيد لوطنك، ومفيد لمجتمعك، ومفيد أهم من كل ده، مفيد لك كهوية من أنت. يعني زي ما اتفقنا، ما ينفعش نجم الرياضة يتنافس في الغنى ويتنافس في ده فن وده رياضة، ده ما ينفعش عالم يتنافس في، وهكذا. كل واحد لازم يتنافس. التنافس شيء جميل جدا، ولكن لازم يختار، تسأل نفسك فيما تتنافس. نبص لزميلتنا ريم. في يعني زميل او زميله سأل كيف اعرف هويتي. ده سؤال جميل جدا جدا. الهويه تسأل نفسك من انت. وعلى فكره في علم القياده دايما اول سؤال في علم القياده، ولو بصينا لكل كتب القياده، ماكسويل الفايف ليفلز اوف ليدرشيب، خمس مستويات القياده، لو بصينا كل كتب القياده، اول سؤال بيتسال قبل تطوير اي قائد، من انت؟ من انت كقائد؟ لازم تبقى عارف هويتك. يعني النهارده لما نيجي نتكلم، لازم انت تبقى عارف انا سعودي، اذا انا بعمل ايه؟ ما ايه الحدود بتاعتي؟ ايه انا؟ من انا؟ من اكون مشهور بمين؟ لما الناس تشاور عليا تقول انت مشهور بايه؟ يعني النهارده مثلا لما نبص ل، تعالوا نفكر في المانيا، لما نيجي نقول سياره المانيه، دي هويه. يعني انه خلاص الالمان مشهورين بيقول لك الماكينه الالمانيه. طيب السياره امريكيه، يعني معناها كبيره جدا من غير ما تعرف. يعني لو قلت لك في سياره امريكيه، هتلاقي في دماغك على طول جاء سياره كبيره. لو قلت لك سيارة ألمانية، على طول هتيجي في دماغك حاجة أنيقة، وحاجة يعني ليها مستوى معين، وهكذا. فلازم الهوية، لازم أسأل نفسي من أنا وما هو هدفي في الحياة. والهوية من الحاجات اللي هي جاية طبعا من الإنسان، الهوى بيحب إيه، وإنت عايز تتفوق في إيه. دي من الحاجات المهمة جدا. ودي على فكرة من الاكسرسايزز او من التمارين اللي بنعملها حتى مع الاطفال. تيجي تساله تقول له يا ترى انت شايف نفسك لما تكبر انت عايز تكون ايه؟ من انت؟ عالم؟ رائد فضاء؟ وتقول له طيب اذا كنت عايز تكون عالم، العالم ده بيعمل ايه وما بيعملش ايه؟ ماذا تفعل وماذا لا تفعل؟ اللي هي تو دو ونوت تو دو ليست. وبناء عليه بتبتدي تبني الهويه دي، تبني بقى المعايير والتنافس والحاجات دي اللي احنا اتكلمنا عليها. فطبعا يعني سؤال او نقطه مهمه جدا جدا. زميلنا مصطفى بيسأل
فيها يعني كيف أركز في هدف واحد أم الأفضل للجمع بين الأهداف والأولويات؟ شوف الأهداف دايماً هتكون لي علاقة بالأولويات، يعني إحنا لو حطينا أولويات واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل واحدة من الأولويات دي هيكون ليها أهداف. يعني النهاردة مثلاً لو قلت إن الأولوية رقم واحد هي عائلة، طيب عايز العائلة يكون فيها تتعلم ويكون فيها وهكذا، لكن المهم إن يكون عندي أولويات في مين أهم ثم المهم، الأهم ثم المهم. وده حتى في الأهداف لما تيجي تعملها بعد كده هتبقى عارف إن دول كلهم رقم واحد، بس هتقول بقى مين منهم رقم واحد A ورقم واحد B، مين ألف ب س ج د وهكذا برضو بالترتيب، عشان خاطر إحنا مثلا لو جينا رجعنا تاني للنقطة اللي إحنا فيها وفي وقت الكورونا والحاجات دي كلها، إزاي إن يكون الإنسان يحدد أولوياته؟ يعني النهارده لو في واحد مثلا فقد جزء من الأرباح بتاعته أو عمله أو حاجة زي كده ولازم يعيش بميزانية أقل، لازم هيعرف هيصرف إيه مش هيصرف إيه، أولوياته إيه، بناء على إيه؟ بناء على الأولويات اللي هو حاططها لنفسه في حياته هو عايز يحققها. وده بيكون جزء كبير من التدريب في تدريب العقل على تحديد الأولويات والالتزام بها. زميلنا علي الأستاذ، متى يكون التنافس غير شريف وكيف أتعامل معه؟ طبعا التنافس بيكون غير شريف أول ما يبتدي يخرج من نطاق الإطار المعايير اللي احنا حطيناها للتنافس. يعني مثلا لو اتكلمنا على الرياضة، يعني بحكم انها التنافس سهل شوي، لو جينا للرياضة وقلنا ان التنافس بين اثنين من المهاجمين ان مين يسجل اهداف اكتر، ولكن خرج التنافس من اطار المعايير اللي هي عدد الاهداف الى ان واحد يصيب منافس اخر باصابة عشان يخرج من اللعبة، وكذا يطلع تنافس غير شريف. كيف تتعامل معاه؟ ده بقى مهم جدا 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 زميل علي، تعامل معاه بهويتك بمبادئك وبأخلاقك، لأن وده من الحاجات المهمة جدا اللي نتكلم عليها، الفوكس أو التركيز، إن الإنسان وده كده محتاج تدريب مستمر للعقل، إن الإنسان دايما لو اللي قدامه لم يلتزم بالمعايير، فاكرين يا جماعة المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها أهي، أدي من أنا هيحدد مع من أتنافس وما هي المعايير التي سأتنافس عليها. فدي إجابة سؤالك علي، إن المعايير ما تخرجش بره المعايير، انا ملتزم بالمعايير، اللي قدامي لم يلتزم بالمعايير خلاص مش مهم، انا لا يمكن ان انا يعني اتعامل معاه بنفس الاسلوب، لازم اتعامل معاه بهويتي انا واتعامل معاه باخلاقي انا. زميلتنا عائشه بتسال كيف يعني اصعد نفسي بنفسي ويكون الانسان السلبي المحيط بنا لا يؤثر فينا رغم أن له مكانة عالية عندنا، بمعنى إنسان يعني منكد عليه في الحياة. طيب عائشة، سؤال جميل جدا، سؤال عائشة بيجي له علاقة بالجانب الثاني، فاكرين جوانب السعادة لما قلنا جوانب السعادة في الجانب العقلي فاكرين، والجانب المشاعر أو الشعوري، وبعد كده في جانب الجسدي وفي الجانب الأمل أو جانب المستقبل. فأنا هتكلم على يعني سؤال جميل جدا، وبما إن احنا يعني معانا وقت هتكلم على شوية الجانب الشعوري، لأن سؤالك عائشة في مصب الجانب الشعوري. طيب الإنسان يعني كيف يشعر بالسعادة؟ احنا اتكلمنا عن السعادة العقلية وموضوعنا طبعا النهاردة السعادة العقلية، يعني وان شاء الله نتمنى نكون يعني غطيناه بطريقة يعني افادت الجميع. هنتكلم شوية عشان اختنا عائشة على السعادة العاطفية، كيف يشعر الانسان بالسعادة العاطفية وما هي السعادة العاطفية؟ لان دي ليها علاقة بالناس اللي حوالينا بالضبط. سؤالك عائشة، السعادة العاطفية ليها علاقة بمبدأ في السعادة اسمه الهيدونيك لايف. يعني ايه هيدونيك لايف؟ يعني الهيدونيك لايف يعني الحياة الترددية. يعني ايه الترددية؟ الحياة كلها بما فيها حلوة ومرة، الحياة عبارة عن تجارب
تجارب حلوه وتجارب مره، تجارب حلوه وتجارب مره، ودي بيسموها يعني في علم الحياه يعني او السايكولوجي الهيدونيك موفمنت او الهيدونيك لايف او التردديه. اكون مبسوط جدا جدا في اوقات، واكون مش مبسوط وحزين في الاوقات، ومفيش انسان على وجه الارض قلبه ما تعصرش وما حزنش، ومفيش انسان على وجه الارض ما حسش بعصره القلب. وطبعا دي نقطه تانية يعني ممكن نتكلم عليها في اذا كان لينا يعني عمر ولينا نصيب في لقاء تاني، ممكن نتكلم كتير قوي على الموضوع السعاده العاطفيه او السعاده الشعوريه. ولكن الانسان بيجي بقى فيه، تعالوا يعني هنتخيل ان زميلنا ناصر حاضر، هنعطيك ان شاء الله دلوقتي حالا، لما هنتخيل ان ادي الحياه بتاعت واحد مننا يعني انسان، فنتخيل ان ده الكيرف بتاع شخص تامر، ده هسميه هحط حرف ت، ده حياتي انا مثلا. بيتردد علينا في حياتنا، ده بقى النقطة أختنا عائشة، بيتردد عليك في حياتك ناس كتيرة جدا، فبيجي يتردد عليك ناس يعني حسميهم ب يعني أرقام، أدي شخص واحد، شخص اتنين، شخص ثلاثة. الأشخاص دي في حياتنا، في أشخاص ما بنشوفهاش إلا في وقت الفرح، ولكن وقت الحزن ما نلاقيهمش، وفي أشخاص بيكونوا موجودين في وقت الفرح وياخدونا لوقت الحزن، يعني بيحزنك اللي هو انت قلت عليه، بينكد عليك، بياخدك من الفرح للحزن، انا فرحان بياخدني ينزلني تحت. فحياتك مليئه بهؤلاء الاشخاص بقى، في 4 و5 و6 و7، في منهم اشخاص بيدفعوك بياخدوك بالحزن يطلعوك للفرح، واشخاص بياخدوك من الفرح ينزلوك للحزن، وأشخاص منهم بتشوفهم بس في الفرح، وأشخاص بتشوفهم بس في الحزن. حياتنا مقسومة للأنواع دي من الناس في حياتنا، ولذلك مين بنقول إن هو بقى اللي أنا لو عرفت الأشخاص دول، وده هنا عشان خاطر أدرب نفسي على السعادة العاطفية، هنا بيجي بقى الأختين عائشة، بعمل لنفسي كده الكيرف ده كده أو الرسم البياني ده، وأعمله لنفسي وابتدي أحط الأشخاص، واشوف بقى مين الاشخاص اللي هم بكل الانواع اللي انا اتكلمت عليها. اجي بقى يا عائشه شايفه الانواع دي اللي هي من النوع ده اللي انا كده معلم عليه ده، النوع ده بقى يا عائشه اول ما الاقي النوع اللي بياخدني من فوق ينزلني لتحت، انسفه من حياتي خالص نسفا ومش عايزه في حياتي ابدا. احذر دايما من الانسان اللي بيستكتر عليك الفرحه، واحذر من الانسان اللي لما يشوفك فرحان يحب ان هو يطلعك من هذا، لان الحياه فيها فوق وتحت، هتفرح وهتحزن، وكلنا بيجي لنا اوقات حلوه، فلما يجي لنا وقت حلو عايزين نفرح، ولما يجي لنا وقت حلو عايزين نحس نشعر بالسعاده. الانسان لما يجي له، وده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، تخيلوا كده لو افترضنا فرضا ان كيرف حياتنا عباره عن كده، هيقدر الانسان يعيش؟ لا يمكن. الانسان لازم يكون الكيرف بتاعه الهيدونيك لازم يطلع ولازم ينزل، لازم يحصل كده، عشان حتى ده قانون الحياه، في شمس وفي قمر وفي نهار وفي ليل، وفي تعاقب الليل والنهار وتعاقب فصول، الحياه عباره عن حركه تعاقب. فلو حصل ان الانسان على طول في حاله نكد، على طول في حاله زهق، على طول في حاله انا لازم ارسم لنفسي الكيرف ده واشوف مين بيبقى معايا في الفرح، ودول على قد ما هم ناس كويسين لكن ما يكونوش معايا في الحزن، فيعني بسميهم اشخاص يعني ظرفيين حسب ظروف يعني الوقت. وفي ناس بشوفهم بس في الحزن، يا ترى بقى لما بشوفهم في الحزن بيخلوني احزن اكتر ولا بيساعدوني اطلع لفوق؟ وبيساعدوني اطلع لفوق، هم دول اهم ناس في حياتي، دول اهم ناس في حياتي. ولو في ناس بقى بياخدوني من فوق ينزلوني لتحت، هم دول الناس اللي انا اعمل عليهم حرف الاكس واطلعهم بره تماما. سؤال جميل جدا اختنا عائشه، اشكرك على السؤال، وانت فتحتي باب حديث جميل جدا. زميلتنا ريم قالت اذا انا عرفت هويتي والشيء الذي اريده، وضعت في يعني في قالب وضعت يعني في قالب غير قالبي، بمعنى المجتمع والبيئه لا تتناسب مع هويتي،
هل الرضوخ يعني ترك الهوياتي وهل يعني عدم الرضوخ هو رفض للقناعة؟ سؤال جميل قوي وعميق جدا جدا جدا، يعني سؤال فلسفي حلو قوي 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 من زميلتنا ريم، يعني بتفكرني بطلبة الدكتوراه والأسئلة العميقة قوي دي. السؤال ده جميل قوي قوي. شوفي الهوية يعني بنحطها دايما في كده ليها يعني ليها علاقة، ليها معادلة. يعني ايه معادلة؟ يعني النهاردة انا اول لما عرفت انا مين بقية معاييري الخاصة، انا بطبق معاييري الخاصة في المحيط وبأفرض على الناس معاييري. طيب لو افترضت المجتمع يعني رفضني او المكان اللي انا فيه، بيئة العمل اللي انا فيها رفضتني، هنا بيكون عندي يعني علاقة او معادلة الاوف. ايه معادلة الاوف بقى دي؟ انا باجي احاول، اول حاجة بعملها بسميها ايه، اول حاجة بعمل امبروف. يعني امبروف ايه؟ تحسين. بحاول احسن الناس واحاول ان انا اتكلم معاهم واحاول ان انا افرض معاييري، يعني مش فرض بفرض سيطرة ولكن فرض عقلاني. اشرح يعني يا جماعة المفروض نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، اللي هو النصح. يعني انا بنصح الناس ان انت بحاول احسن. طيب افرضي ان انا ما قدرتش احسن، ويعني بس طبعا مش بعد يوم او يومين، يعني قعدت فترة، باجي استخدم ايه؟ موف، اللي هي التحرك. يعني اروح بيئة عمل تانية، مكان تاني، شغل تاني، وهكذا. طيب افرضي ما لقيتش شغل تاني، وافرضي ما عملتش حاجة تاني، يعني ما فيش شغل متاح ومش قادر اتحرك من البيئة اللي فيها، اجي لاخر طريقة ريموف. يعني ايه ريموف؟ اللي هو النزع، يعني او يعني نزع. نزع ايه؟ ان انا اكنسل اشخاص من حياتي. وده بقى لما بنتكلم عليه، وده سؤال عميق جدا بيبقى له علاقة ب يعني الـ NLP او النيورو لينجويستيك بروجرامينج او البرمجة العصبية، اللي هي كيف تتعلم انك شخص يكون قاعد قدامك ولكنه ليس موجود تماما في ذهنك، تلغيه من حياتك. ودي من الحاجات اللي احنا يعني فيها ليها تكنيك وليها طرق، ان انت ازاي يعني تتجنب لقاء العين وما تبصش في العين، تبص ناحيه الاذن، تبص ناحيه الجبهه، وهكذا، بحيث ان الانسان يكون حتى ولو المجتمع موجود او بيئه عمل موجوده ولكنك منفصل عن بيئه العمل، نفسيا منفصل عن بيئه العمل. فسؤال جميل جدا. انا انصح يعني دايما في هذه في النقطه دي بالذات، ان ما يكونش يعني لا تتنازل عن المعايير بتاعتك ابدا، ويكون عندك معايير. يعني المعايير بتاعتك دي ليه علاقة بالهوية، والهوية دي زي البصمة، انت أدرى بهويتك. يعني محدش هيفرض عليا. انا اشتغلت فترة طويلة جدا جدا مع الاجانب، مع المان وفرنسيين والحاجات دي كلها، وكان بيبقى معروف ان طبعا الاجانب بيجوا على العشاء بيشربوا كذا، بيجوا يسألوك والله انت انت ليك هويه. انا هويتي ما بتتغيرش حتى لو بيئه العمل كلها حواليا، ليا معاييري الشخصيه، لان المعايير الشخصيه بتاعتي دي حياتي، وانا ده الاسلوب اللي انا اعيش بيه. ولما يكون ليا معايير واضحه الناس هتحترم ده فيا. عشان كده دايما بتكلم على الامبروف، اللي هي اول دايما اول خطوه هي الامبروف او التحسين. ثم لو لقيت ان الناس مش محترماني ومفيش فايده ومش عايزين يحترموا المعايير بتاعتي، خلاص الحركه. وانا يعني بإيدي، يعني أنا إنسان حر أقدر أحرك أروح أي مكان، وأقدر إن أنا أسيب بيئة العمل دي وأروح بيئة عمل تانية وهكذا. ما قدرتش بقى خالص ولقيت إن كل بيئة العمل هكذا، يبقى أجي إن أنا أدرب نفسي على كيفية الانعزال النفسي أو الشخصي على البيئة اللي موجودة حواليا لو كانت دي. زميلتنا منيرة بتقول أنا يعني أحب أتنافس مع نفسي، إن أتحدى نفسي وأطور من نفسي. احلى منافسه منيره، لو اعرف يعني اعطيكي يعني نجمه كبيره جدا 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 لزميلتنا منيره. احلى تنافس هو التنافس مع نفسك وتتفوق مع نفسك. لو تفتكروا كان من العدائين
المشهورين جدا كان عداء اسمه كارل لويس، وكارل لويس هو اكثر من حصل على الميداليه الذهبيه في عدو في الاولمبياد طبعا اولمبيك، في عدو ال 100 متر 100 متر داش، كان بيتنافس كل مره يضرب رقمه القياسي، هو شخصيا يضرب رقمه هو القياسي. احلى تنافس هو انك تتنافس مع نفسك. منيرة، التنافس عن النفس هو صفة عظماء المعايير، اللي هو لما يكون معاييرك أعلى من كل اللي حواليك مش لاقي حد تنافس معاه، بتنافس مع نفسك. يعني أرفع لك القبعة، التنافس مع النفس أحلى تنافس. ضع لنفسك معايير عالية جدا ونافس نفسك في إنك تتعداها، جميل جدا جدا. زميلتنا نيم تقول مثلا أنا عندي مثلا من أولوياتي أهلي، لكن أنا طموحي أتعارض مع أهلي، هل رضوخي للأهل يجعلني متضايقة أو بنفس الوقت كسر حواجز الأهل لا يرضيني؟ أكيد طبعا. وكلامك يا ريم بيقول إن أهلك أهم من طموحك، وهنا النزاع الشخصي ده يا ريم بيقول إن فيه تطور. شوفي، مفيش تطور بدون حركة. انا دايما بضرب مثال كده شويه يعني غريب شويه، مفيش كيكه ما بتدخلش الفرن، لازم ندخل الفرن، لازم يكون في نزاع داخلي. طيب ازاي؟ يعني ايه نزاع داخلي؟ مفيش تطور بدون ما يحصل نزاع داخلي. عارفين يا جماعه علم النفس اساسه كان ايه؟ اساسه كان فلسفه. يعني ما كانش في حاجه اسمها علم نفس، من اخترع علم النفس كانوا فلاسفه. يعني اول من كتب في علم النفس كان فيلسوف. الفيلسوف ده كان بيقول ترى ليه الإنسان مختلف في شخصيته، بيفكر شيء لكن بيعمل شيء تاني، كان بيتفلسف، يعني كان بيفكر بعمق. النزاع الداخلي ده هو ده أساس التطور. هنا بقى تيجي يا ريم هتعملي حاجة يعني جميلة جدا. شوفي، هتعملي الكارتين اللي احنا قلنا عليهم في الأولويات، وهتحطي الأهل وهتحطي الطموح او التفوق في، يعني احنا نفترض ان الطموح ده طموح في العمل، يعني العمل مثلا، او ممكن يكون طموح في، يعني هنفترض ان هو طموح عمل، وتبتدي تحطي الاثنين وتقولي من يستبدل من. هيحصل فيه نزاع كتير قوي، هتحطيهم قدامك الاثنين وتبتدي تبصي، لا بس العمل مهم، بس الاهل مهم. اسالي نفسك سؤال، لو انا النهارده هضحي بشيء، لان كلمه تضحيه كلمه كبيره، في مقابل شيء، اضحي بابويا في مقابل عملي ولا عملي مقابل ابويا؟ اول ما تلاقي نفسك وصلتي الاجابه تعرفي ان ده الاولويه رقم واحد. هيكون عندك الاولويه رقم واحد يعني فرق قوي ما بينه وبين رقم اتنين، لكن على الاقل هتكوني حددتي اولوياتك، وده اهم حاجه. يعني هنفترض ان ده هيكون الاولويه، هيكون مثلا دي مثلا يعني 10 درجات ودي مثلا 9.5 درجه، يعني في فرق قريب قوي بينهم هما الاثنين، لكن خلاص الاولويات اولويات. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا دايما نقولها للناس، الاولويات مهمه جدا، لان اول لما بتعرف اولوياتك في حياتك، نفسيتك عقلك بياخد قرارات متزنه، وبيحصل فيه حاجه اسمها الايه، الكونسيستنسي. عارفين يعني ايه شخصيه متزنه؟ يعني شخصيه متزنه او كونسيستنسي، يعني كونسيستنسي يعني متماسك، شخصيه متماسكه. لما يكون في انسان متماسك او شخصيه متماسكه، بيكون شخصيه ليها مبدا، عارفه الصح من الغلط. فلما بتعمل الاولويات دي عمرك ما بتكسرها، وبالتالي بتكون انسان متماسك، يعني زي الجبل مهما جالك من مشاكل بتتعود بعد كده ان انت تكون عارف تحلها. زميلتنا يعني سلطانه، طبعا لا يفتى ومالك في المدينه، سلطانه طبعا مسؤوله سعاده، فشكرا لتعليقك. وطبعا اكيد احنا من يعني الوقت ده محتاجين جدا ان احنا ندرب علينا فعلا زي قلتي على السعاده. زميلنا محمد بيشوف المقارنه مع الغير خطا، ويجعل تقدمك للامام بطيء، وتكاد لا تتقدم. طور من نفسك وقارن نفسك بنفسك. هرجع اقول بالظبط زي زميلتنا منيره، محمد عندما تتنافس مع نفسك اذا انت في اعلى يعني مراحل التنافس، لما يكون عندك معايير عالية جدا وعايز تتقدم بسرعة. يعني انت شوف حتى كلامك نفسه
جميل جدا، يقول ان انت يعني بتبطئ نفسك لما تنافس مع الاخرين، وده يدل على معاييرك محمد. يعني محمد العسلي واضح ان انت معاييرك عاليه جدا، وبالتالي لما بتقارن نفسك مع الاخرين بتبطئ من سرعتك، وبالتالي زي ما قلت مع منيره برافو عليك، حط معايير عاليه ونافس نفسك. مريم، ازاي ممكن مريم الافريدي، كيف احافظ على مستوى السعاده النفسيه في ظل الظروف الراهنه مع ضغوطات العمل وكثره السلبيين؟ كثره السلبيين زي ما قلنا لاختنا عائشه، الناس السلبيين يعني شوف انا هقول لكم حاجه يا جماعه، بما ان المجموعه دي مجموعه السعاده، تعالوا يعني نوصل لحقيقه مهمه جدا بما ان احنا بنتكلم على العقل. ايه هي الحقيقه؟ قاعده الهرم دايما يا جماعه القاعده بتاعته اكبر من القمه. هل انت من اهل القمه ام من اهل القاع؟ اذا كنت من اهل القمه، وانا احسبكم كلكم كل من حاضر النهارده وبيستمع وقاعد بدل ما بيسهر على حاجه بيسهر على حاجه علميه، وانا احسبكم كلكم من اهل القمه. اهل القمم يتميزوا بحاجه مهمه جدا 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 جدا، وهي الوحده. اهل القمم وحيدون، لان القاع ممتلئ، القاع فيه ناس كتير قوي 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 قوي، اما القمه فيها واحد اثنين ثلاثه. طبعا يعني مش بس بالعدد ده، ولكن لما بنتكلم على المجموعه في 7 مليار في العالم، اهل القمم دايما يكونوا وحيدون، ودايما اهل القمم لازم يتعودوا على الوحده، وده بيسموه حتى في يعني علم النفس بيسموها السوليتيود. والسوليتيود ليست الوحدة أكتر من التفكر، الريفلكشن أو التدبر أو التفكر، إن أنت في حالة عارفين الـ يعني التدبر أو الانعزال اللي فيه تفكير، مش الوحدة اللي هي اللي احنا بنشوفها بمفهومنا المفهوم السلبي. لا، سوليتيود يعني العزلة اللي فيها تفكر وتدبر. فالإنسان ازاي يحافظ على سعادته النفسيه؟ ضرب دايما عقلك دايما مع نفسك، وما تربطش نفسك بالاخرين، زي ما يعني زميلتنا منيره وزميلنا محمد قال، حط لنفسك معايير وكمل على هذه المعايير. من الحاجات المهمه قوي 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 في دلوقتي بالذات في توقيت بتاع الكورونا، زي ما اتفقنا هتلاقوا ناس كتير جدا في قاع الهرم مش مهتمين بالموضوع، هتلاقيهم سلبيين، هتلاقيهم يقول لك والله ده احنا كده كده مش هيحصل حاجه. حاول دايما 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 تبعد عنهم، فكر دايما بعقليتك انك انت اخترت تكون من اهل القمه، ده اختيارك الشخصي. عشان كده لما بنتكلم نرجع تاني للنقطه اللي قلنا عليها الهويه، يعني احنا قلنا الهويه بتاعتك من انت؟ انت اخترت ان الهوية بتاعتك تكون من اهل القمم، اذا اخترت ده يبقى خلاص في بينك وبينهم عزلة، في بينك وبينهم ان انت على مستوى تاني، معايير مختلفة تماما، والمعايير دي انت بتتنافس بيها مع اهل القمة اللي زيك. فاكرين يا جماعة، نرجع من تحت تاني، قلنا نبتدي من الهوية، انا مين، من انا، ثم بعد ذلك التنافس مع من سأتنافس، كويس زي ما اتفقنا التنافس شيء كويس، لكن اختار مع من ستتنافس، ثم بعد ذلك هتحط لنفسك المعايير، المعايير دي بقى هتكون مختلفه تماما عن معايير الناس الثانيه، ثم بعد ذلك هتقارن نفسك، هتقارن نفسك بمين، هتقارن نفسك باهل القمه، ثم بعد المقارنات انت محتاج ايه، هتبقى احتياجاتك مع اهل القمم زيهم، ثم بعد ذلك القناعه والسعاده العقليه. سؤال جميل جدا. زميلنا ناصر، طبعا ناصر هنا يعني اتفضل اسال، لو عايز حضرتك تسال سؤال يعني بالصوت حاضر، اول ما نخلص الاسئله دي ان شاء الله يكون فيها يعني وقت ليها ان شاء الله. سلمى، لازم نبعد طبعا عن الكل محبط، تمام الرابط زمايلنا حطوه. في زميلتنا هدى بتسأل في دورة تانية يعني يتوقف على زميلنا في جمعية السعادة، لو شايفين ان في يعني طبعا قيمة لهذا تحت امركم، يعني اتمنى يكون يعني عند حسن ظن ان شاء الله.
فشكرا أختنا عائشة، شكرا ريم، وده يعني أنا مبسوط جدا يعني زميلتنا ريم، يعني أنا مبسوط أي حد بيحس إن في فايدة للمعلومة، طبعا دي من الحاجات المهمة جدا. أخونا محمد أشكرك جدا، شكرا لكل التعليقات، أنا بمشي واحد ورا تاني أشوف. زميلنا صبحي بيتكلم على شمال أوروبا، دول تتصدر مؤشر السعادة العالمي. أنا هقول لك أخونا يعني محمود صبحي، أنا مش معترف بمؤشر السعادة العالمي بيسأل أسئلة واحدة، لأن ما يسعد العالم الأوروبي مختلف عن ما يسعد العالم العربي، وبالتالي المؤشر ليس بالاعتمادية، ما عندوش reliability أو validity يعني أنه يطبق في جميع دول العالم، وده طبعا موضوع طويل جدا جدا، ولكن ما يسعد الدول العربية غير تماما ما يسعد الدول الأوروبية، وبالتالي عشان خاطر نقيس مقياس دول أوروبا أسعد من الدول العربية، المقياس نفسه لا يصح، المقياس نفسه مش مظبوط في وجهة نظري، ودي كانت دراسة الدكتوراه بتاعتي كانت في هذا الموضوع. في زمايلنا طالبين بس لو يعني على رابط التقييم إن شاء الله هيعملوه بإذن الله إن شاء الله. زميلتنا هنا قالت طبعا أكيد المؤشر أكيد المرتبطين دول مسلمين مستحيل إنها دول أوروبية، طبعا هم أكيد يعني هدى، لأن يعني زي ما اتفقنا السعادة موضوع كبير جدا جدا، ما يؤثر في حاجة اسمها drivers of happiness أو دوافع السعادة، دوافع السعادة بتختلف من بيئة لبيئة أو من مكان لمكان. يعني هديكم مثال بسيط بس يعني بسيط، ولكن طبعا الموضوع يطول شرحه. النهاردة مثلا في وقت الكورونا فيروس، هل ما يسعد الناس هو ما يسعد الناس ما قبل الكورونا؟ لا، ممكن ما يسعد الناس دلوقتي بس ان هم يقدروا يخرجوا للمنتزهات، حاجة بسيطة جدا. ما قبل الكورونا ما كانش driver of happiness، ما كانش دافع للسعادة، وبالتالي يعني الدوافع بتاعت السعادة بتتغير. بس لمجرد العلم في 11 دافع، يعني 11 مؤثر على السعادة بيغير معادلة السعادة من مكان لمكان ومن بيئة لبيئة ومن دولة لدولة، وبالتالي مؤشر السعادة العالمي. يعني أنا من الناس أو البحث اللي أنا عملته في الدكتوراه بيقول يعني النتيجة اللي وصلنا لها إن ليس بالاعتمادية اللي نقدر نعتمد عليها نقارن بها دولة بدولة. دي مهم قوي. طيب كان في زميلنا اللي عايزين يسألوا أسئلة بالصوت، أنا يعني ممكن يتفضل لو حد عايز يسأل صوت وصورة تفضل. تمام، زميلنا ناصر. طيب تمام اتفضل، تقدر تعمل ميوت ولا ان ميوت لنفسك؟ يمكن تمام. لو استاذن اتفضل ناصر. اهلا ثانيه اتفضل، سامعينك دلوقتي. انا مرحبا بك. انا سؤال له علاقة في نقطتين، الهوية والحدود كأساس لأولويات الحياة. هل في اختلاف ما بين الشخصيات الـ introverted versus extroverted، اللي هو شخصيات الجهورية مقارنة بالشخصيات الغير جهورية؟ لأنه الوعي بالشخصية والفهم للذات محدد لتحديد الهوية، لأن الهوية أكثر حسب ما شرحت وطرحت أكثر من حدود المجتمع والبيئة، هو فيه psychometrics وفيه environmental، يعني فيه شغلات ذهنية وشغلات بيئية لتحديد الهوية مثل الدين واللغة وخلاف ذلك. يا ريت تعطينا لو تكرم دكتور هايلايت أو نبذة عن هذا عشان يساعدنا في بداية الأساس الأول والأولويات الحياة. وشكرا لك. أشكرك، شكرا جدا ليك.
يعني سؤال جميل جدا 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 وعميق جدا من أخونا ناصر. أخونا ناصر اتكلم على نقطة البرسوناليتي تايبولوجي أو النمط الشخصية، وطبعا نمط الشخصية ده اللي كان مبني على نظرية عملها عالم من علماء يعني علم النفس أو علماء الشخصيات اسمه كارل يونغ، عمل نمط الشخصية وكان جزء منها اللي زميلنا ناصر اتكلم عليها اللي هو الانتروفيرتد والاكستروفيرتد اللي هو الاي والاي. فالانتروفيرتد أو الشخصية التي تميل إلى الانطوائية والتميل إلى، وده مهم جدا جدا في يعني جملة تميل إلى، لأن دايما إحنا كلنا عندنا الاثنين، وفي الاكستروفيرتد اللي هو يميل الى يعني الجهوريه او التحدث فيها، فاللي هو الاكستروفيرتد اللي هو يعني متحدث او مجاهر بمشاعره او مجاهر ب التعبيرات فيها. فنفس الكلام دايما بنقول يميل الى ده من ضمن التايبولوجي او النمط الشخصيات. وده من لما نتكلم على هل الانسان بيكون سعيد بطريقه مختلفه، هل الانسان الانتروفيرتد بيكون سعيد مختلف عن الانسان الاكستروفيرتد، هي المعادله يعني ممكن نرسمها في حته، يعني هناخد صفحه كده نرسمها فيها عشان خاطر نوضح نمط الشخصيات سريعا، ثم نقول يا ترى يعني كيف ده بيؤثر على الهوية بتاعته. تعالوا نبص ليه أنا بس هرجع السلايد تاني، هحط سلايد تاني مرة كمان عشان خاطر نفتح سلايد بيضاء ونشرح عليها نمط الشخصيات. أوكي طيب هناخد دلوقتي لما بوصل نمط الشخصيات، ففي حاجة بنسميها، تعالوا نشرح سريعا نمط الشخصيات ثم بعد ذلك كيف يعني تؤثر النمط على طريقة السعادة. في أول يعني ببساطة خالص عشان زمايلنا اللي أول مرة بيسمعوها، في كارل يونغ قال إن الشخصيات بتنقسم إلى أربع جوانب، ففي أربع جوانب. أول جانب هو جانب استمداد الطاقة، فاستمداد الطاقة قال إن في ده من نقطة استمداد الطاقة بيبقى بتنقسم إلى اثنين، في ناس بيستمدوا الطاقة اللي هم الانتروفيرتد أو اللي هم بيستمدوا الطاقة من نفسه، وفي ناس بيستمدوا الطاقة من الآخرين اللي هم الاكستروفيرتد. فده يستمد الطاقة من النفس، فده بيحب ان هو يكون اكثر مع نفسه، ثم ده بيستمد الطاقة مع الاخرين يعني يحب يعبر عن نفسه مع الاخرين. ثم بعد ذلك النقطة الثانية استمداد او استقاء، يعني خلينا نسميها استقاء المعلومة، الاستقاء المعلومة. واستقاء المعلومة ده بيبقى فيه منه السنسينج اللي هو الحسي اللي هو بيعتمد على القراءة، وفيه منه من الانتويشن أو الغريزة، فده بيعتمد على الحواس، وده اللي هو لازم يقرأ الشيء يلمسه، وده بيعتمد على الغريزة، الغريزة أو الحاسة السادسة أو كده. فيعني فبمعنى إيه؟ ان هو مثلا لما تيجي تتكلم على هاري بوتر، الاس يقرا قصه هاري بوتر، الان يتفرج على الفيلم. فدي من الحاجات اللي هي الجزء الثاني. الجزء الثالث هو طريقه اتخاذ القرار، وده اللي هو الجانب الثالث من الشخصيه، وده في منه الثينكرز وفي منه الفيلرز التي او الاف. الثينكرز اللي هو يحب ان هو يفكر كويس، فده يفكر ثم يفعل. هنا الفيلر هو يفعل يعني ثم يفكر، يعني او ينطلق ثم يفكر، كويس خلينا نسميها كده ينطلق احسن عشان خاطر مش يفعل، يعني ينطلق، لانه هو زي بالظبط كده لما حد يكون مثلا لاي سبب من الاسباب
فده يفكر ثم ينطلق. زي ما يجي واحد يقول يا جماعة مثلا عايز حد يرفع معايا الطاولة إن أحركها، الثينكرز هيفكر يا ترى عايز يحركها فين قبل ما يرفع الطاولة، الفيلر هيرفع الطاولة ثم يفكر بعد ذلك. فدول الثلاث جوانب اللي هم عملهم واحد اسمه كارلز يونغ، هو بيكتب بالجي لكن هي الجي سايلنت ما بينطقوهاش في اسمه. بعد كده جم اتنين من العلماء مايرز وبريجز، فدول كانت عالمة وبنت اختها، فدول اتنين برضو سايكولوجيست، خدوا الموديل او النموذج بتاع كارلز يونغ راحوا ضافوا عليه نقطة رابعة اللي هي نقطة التعامل مع الحياة. فاللي هي التعامل مع الحياة جاء قالوا ان في منها في ناس بيكونوا جادجينج يعني بيتعامل مع الحياة بمنظور عسكري، وفي منه بيرسيفينج اللي هو بيكون مرن. فالبيرسيفينج بيكون مرن يعني لو كلمته اتأخرت عليه شوية مفيش مشكلة، الجادجينج بيكون اكتر حازم وله يعني طريقة حازمة جدا في اتخاذ القرار. دول جوانب الشخصية بناء عليه عملوا 16 طريقة او 16 موديل للشخصية. فتعالوا نبص مع بعض سريعا نقطة يا ترى ال 16 واحد او 16 طريقة دول يعني يتم اسعادهم ازاي. فتعالوا نبص للسعادة في ال 16 طريقة دول عشان نفهمهم كويس. فأيوة بنرسم منزل الشخصيات ثم كيف يتم إسعاد كل شخصية منهم أو السعادة بتتم إزاي. ودي طبعا يعني جزء سؤال جميل جدا من أخونا ناصر، زي السؤال اللي سألته أختنا عائشة في علاقة اللي هي الإيموشنال أو الأفكشنال هابينس أو السعادة العاطفية. فدي لما بنحط منزل الشخصيات كده فبنقسم منزل الشخصيات ده لأربع جوانب. طبعا ده تقسيم سهل لأن هم بيتقسموا 16 جانب، ولكن تقسيم سهل لمجرد يعني التوضيح للجميع. هنا بيكون الآي والأس اللي هم بيميل إلى يعني يستمد طاقته من نفسه، فالنفس زائد الحواس بيحب يستخدم حواسه. وهنا بيكون الإي أس اللي هم بيحب ان هو يعني يتعامل مع الاخرين، وبيستخدم نفس الكلام بيستخدم انا اسف هنا الاي ان، وهنا بيستخدم الغريزه او الخيال يعني التخيل. اسف هنا الاي ان يا جماعه الاي ان، وهنا الاي ان، وهنا الاي اس. كويس، هي ممكن تتقسم بكذا طريقه بس دي الطريقه اللي عايز يعني اشرح بيها موضوع السعاده. فده هنا بيكون النفس مع الخيال، وهنا الاخرين مع الخيال، وهنا الاخرين مع الحواس. فازاي بقى كل جانب منهم بيتم اسعاده؟ ده بيكون سعيد اكتر لما تعطيه التفاصيل، وده من الناس اللي بتحب جدا انها تسمع تفاصيل ويسال يا ترى ايه اللي حصل. وبعض الناس بتتضايق منه وبتقول ان هو بيسال اسئله كتير، بس هو ده طبعه. وحتى عشان كده لما بنقول لما بيكون الزوج مثلا زوجته بيسال كتير او زوجها بيسال كتير، لا ما تزعلش لو كان ده طبع الشخصية أو نمط الشخصية، ده شيء طبيعي، ده شيء بيسعدها أو شيء بيسعده. الـ IN هو جزء يحب اللي هو زي أينشتاين كده يكون عنده معمل وعنده حرية، حرية في أنه يبدع لأنه بيحب الإبداع، فعايز حد يسمعه. شوف ده بيسأل الـ IS بيسأل كتير قوي، ده عايز حد يسمعه، ده عايز حد يسمعه. وده من الحاجات المهمة جدا، عايز أذن، يعني عايز أذن حد يسمعه لأنه بيتكلم على حاجة هو شايفها ومؤمن بيها قوي حتى ولو كانت خيال. الجانب الثالث ده جانب عايز يكتشف، بيحب جدا الإثارة. يعني إيه الإثارة؟ يحب المفاجآت، يحب. فده كيف يعني تسعده بالمفاجآت، يعني تعمل له مفاجآت كتير، بيحب الحركة وبيحب الإثارة، كل يوم حاجة جديدة، يعني يمل بسرعة جدا، ما بيحبش يعني الملل أبدا. فإسعاده بيكون عن طريق ان انت دايما في حاجة متجددة في البيت او في الحياة.
الاي اس اللي هو الانسان اللي بيحب النظام والحركه المنظمه، يعني كل حاجه عنده فيها مشاريع. يعني لو مثلا اتفقنا انت قلت له هترجع البيت الساعه كذا، لازم ترجع البيت، هتكون في هنخرج في توقيت معين، بيحب جدا يكون في التزام، يكون الحياه بالنسبه له عباره عن يعني اداره للمشاريع. فطبعا بالضبط كده زي ما اخونا ناصر قال، حسب الفور بيرسوناليتيز او الدوميننت انفلونسر ديفينتلي، لان هو كل واحد منهم حسب الـ عنده فين. انتوا عارفين الجانب اربع زي ما احنا اتفقنا اربع احرف، فاحنا خدنا منهم اول حرفين بس اللي هم الحرفين اللي بياخد منهم استمداد الطاقه واستمداد المعلومه، بناء عليه بيتم بعد كده في الاخر ان احنا لو عرفنا الشخصيه، ودي بيحتاج تحليل للشخصيه، لو عرفنا الشخصيه بنقدر ان احنا نسعد هذه الشخصيه بالطريقه اللي هم بيحبوها. فكل واحد منهم بيسعده شيء معين مختلف عن الانسان او النمط الشخصيه الثاني. يعني مثلا انا لو جيت طبقت الاثاره مع الانسان اللي بيحب التفاصيل هيبقى حزين جدا، مش هيزعق يعني مش هينبسط، هيكون بالنسبه له ده ضغط عصبي والعكس صحيح. وده طبعا جزء كبير جدا من كيفية إسعاد أو تأثير نمط الشخصية على ما يسعد الإنسان في هذه المرحلة. سؤال جميل جدا، أشكرك أخوي ناصر على هذا السؤال. أعتقد يعني كيف أحدد نمطي؟ ريم، نفس السؤال لأخونا محمود صبحي كان بيتكلم عليه، عايزين محاضرة على تحليل الشخصيات، تحت أمركم اي مواضيع يعني تشعروا ان فيها قيمه، انا على اتم الاستعداد ان شاء الله. اخواننا في الجمعيه بلغوهم واحنا تحت امركم. تحديد النمط سهل جدا ومن الحالات الشيقه جدا جدا جدا، ان شاء الله باذن الله نعملها بيرسوناليتي تايبولوجي زي ما اخونا ناصر قال. واضح ان انت يعني متمكن في هذه النقطه ان شاء الله، ان شاء الله لو لينا نصيب يعني اي حاجه تحت امركم. يعني اخواننا يعني السعوديه يعني جمعيه السعاده من اول الناس اللي انا قابلتهم، اتشرفت بان انا قابلت زميلتنا غزوه وزمايلنا هناك، اتكلمت معاهم اكتر من مره يعني على العين والراس، واخواننا في السعوديه على العين والراس، وفي الامارات طبعا، وانا شايف من يعني دول كتيره مشاركين احنا اهل، واي حاجه مطلوبه ان شاء الله باذن الله على طول ان احنا ننفذها. بس بلغوا الجمعيه ان شاء الله حاضرين باذن الله ان احنا نعملها، ومره واثنين وثلاثه. انا بس عشان وقتكم، انا يعني انا عارف ان يعني في ناس بالنسبه للحاضرين من الامارات دلوقتي الساعه 1، الحاضرين من السعوديه، فانا اشكركم جميعا واشكر اختنا عقيله على التقديم، و شكرا جدا لزميلتنا غزوه على التحضير، زلنا علي، زميلتنا ريم، وعلى كل الحضور اشكركم جدا، واتمنى يكون كان اللقاء مفيد، ويا رب دايما اشوفكم على احسن حال ودايما في خير ودايما سعداء ان شاء الله باذن الله. وكلنا هنتقابل انا متاكد ان شاء الله، هنعدي الفترة دي سوا، وهنعدي جاية، وأنا أتطلع إن شاء الله بإذن الله لزيارة في السعودية، محاضرة في ونقعد مع بعض ونتكلم إن شاء الله بعد ما كل الأمور دي هتكون عدت وبإذن الله إن شاء الله. شكرا آية، وشكرا لكل الناس اللي يعني حضروا معانا.